ساخن وعكس بعض بيعيشوا. سلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. اللي بتبتدي من عنده الحكاية. بتقول لي موقفكم هنا؟ احنا أملنا العملية وكله في الأليسكا. احنا قلنا نبعد عشان ما نلفتش الأنظار. انت متأكد من الستيشن؟ احنا نبتديها بايه؟ بس يا سيشا ما تقهقش من اولها صاحبي، ما تقلقش، الدنيا امان الامان، اتكلنا على الله وراك. ياخد مكانه بسرعة. أيوة يا سيد. خلصت ولا لسه ميشو؟ هو انا سوبرمان؟ ما انا لسه سايبك من ربع ساعه. طب بقول لك ايه، خلص الليله دي بقى بسرعه، وما تنساش وانت راجع تجيب لي الكريز الفاخر اللي جبتولي قبل كده، لاحسن خرمان على الاخر. انا مش لسه جايب لك امبارح وعلى حسابي كمان يا عم؟ خالص الله، الوقت شامبوني بيصفوه سف. خلاص يا سيد، خلاص هجيب لك، بس بقى افتكر. سلام يا حبيبي.
مكانك. سلم نفسك مش هتعرف تهرب. قلت لك مش هتعرف تهرب. هو انت قوم قوم. في حركة مش طبيعية جوه الفيلا والنور طفى ونور تاني. الظاهر ان العملية اتشمت من البوليس. ايه بوليس؟ يعني يا ستيشن هنمشي ونسيب ميشو لوحده؟ التعليمات ان احنا نفلق. نفلق؟ انا مش هسيب ميشو وامشي يا ستيشن. خلاص خليك لوحدك عشان البوليس يجي ويوجب معاك برصاصة. رصاصة؟ لا وعليه اركب احسن اركب. على باب الرئيس وانت في الجنينة. تعال ورايا. تمام يا فندم. ايوه يا سيد. في تاني يا عم؟ بالراحة علي. ما تنساش وانت راجع تعدي على حاتي وجيب لنا عشوة حلوة زي كده. مشمش ماشي. بقولك ايه، ونقلنا كده شوية فاكهة على ذوقك. وعلى مين بقى العشوة والفاكهة دي؟ يا عم ادفع وبحازمك انت هتخوني. عايز حاجة تاني يا سيد؟ لا يا حبيبي. بس يا رب تعالى بسرعة. ها سلام بقى دلوقتي يا سيد. لحسن الظابط فؤاد ده مش ناوي يجيبها البر معايا. سلام. فقرات النهارده يا لمياء يا حبيبتي كانت تجنن. حاجه رائعه. عجبتك قوي قوي بجد يعني. مع انك شفتها يجي 50 مره. ايه اللي حصل؟ ايه الجديد يعني يا فاكين؟ ده انا حفظتها يا لمياء. ما انت عارفاني الحاجه اللي اشوفها مره واحده بس تنطبع على طول في دماغي. بس انا النهارده حاسس ان اول مره اشوفها. يا سلام. يمكن يا لمياء علشان يعني انا النهارده حاسس اني بحبك قوي بجد. طب يلا قول لي بقى ايه رايك في الفقره بتاعتي بتاعت النهارده. الفقره بتاعتي؟ اي بصراحه اي كانت وحشه ما عجبتنيش خالص يا لمياء. علشان انت يا لمياء بتعمليها كده يعني تقضيه واجب، انما لو عملتها بحب صدقيني صدقي فطين هتبقى فقره ليها طعم حلو قوي. يعني انا طعمي ماسخ ورخم صح؟ لا ده الفقره. طب بص بقى ايه رايك انك هتكمل لوحدك؟ لا لا لمياء وشوف مين ده هيعديك من الكلب. لا لا كله اللي امسك لمياء. لمياء هتصرها لك زي كل مره. لمياء طب عديني الكلب. طيب طب عديني الكلب وامشي. طب عديني لمياء. امشي بلا ما بلا نيله. لمياء طب عديني طب وامشي. لا
لمياء. يا رب يكون الكلب نايم. مش عارف الكلب ده مش عايز يصاحبني ليه مع اني اموت وصاحبه. الحمد لله نايم. مع السلامة يا لمياء. الكلب بقوا كلبين. عايز ايه يا كيميا انت وبرشامة السعادي؟ مساء الخير يا استاذ فطين. مساء النور يا اخويا. عايزين ايه دلوقتي؟ والله مش احنا اللي عايزين، المعلم شيكو مدريد هو اللي عايز. طب حضرتك بقى ممكن تقول له انت وصاحبك ان انا ان شاء الله هعدي بقى عليه بكره عشان دلوقتي الله والمدرسه السلام عليكم. انت رايح فين؟ تعالى هنا. هتيجي معانا بالذوق ولا زي كل مره؟ طب خد دي بقى. مش هتحرك يعني مش هتحرك. الف شكر يا رجاله، الف شكر. ربنا يبارك لكم يا رب يا رب. ايه ده؟ مبلوله مبلوله الارض مبلوله. فكوه فكوني فكوني. شكرا قوي شكرا قوي شكرا قوي شكرا قوي شكرا قوي. لو سمحت يا استاذ شيكو مدريد، انت انا كان ليا ملحوظه عند حضرتك. خلص. هو بيتكلم حضرتك يعني؟ ما انا مش كل مره اجي بالشكل ده. عيب عيب عليك، ده انا مدرس دراسات محترم وقلت لك قبل كده ومش هقولها لك تاني. من السهل ان يحترمك الناس ولكن من الصعب ان تحترم نفسك. قصدك ايه؟ انت هنا؟ قصدي يا شيكو يا مدريد، انا ماليش دعوه باللي بينك وما بين ميشو اخويا، واللي ما بينك وما بين سيد بابا. عايز مني ايه؟ ما تخافش ما تخافش. مش خايف، انا كده كده كنت عايز ارجع ورا اصلا. بص يا فطين. استاذ فطين من فضلك. انا عاوزك توصل لي رساله. قلت لك قبل كده يا شيكو يا مدريد ومش هقولها لك تاني. انا مش حمام زاجل علشان اوصل رسائل، شوف لك حمامة غيري. هتوصل الرسالة ولا زي كل مرة؟ استغفر الله العظيم يا رب. مش هوصل حاجة يعني مش هوصل حاجة. وبعدها لك ستيشن بتسحب الاكسجين من الاوضة. ما تخبرش الكلام ما يخلص. وبعدين البوليس طب وفلقنا. يعني ايه؟ طارت العملية بتاع الشهر ده؟ طب وميشو يا معلم؟ انت خيخة. ميشو ده ما يتقلقش عليه، ده واد جن. وتلاقيه بس عدى يجيب لنا شوية حاجات لزوم السهرة. يمكن يكون هو يا معلم ميشو. اروح افتح له؟ ميشو مين يا اهبل؟ ده اخويا انس، انا عارف خبطته. افتح له افتح له. سيد قلتها لك 100 مرة وهقولها تاني، الولد لو جرى له حاجة أنا مش عارف. ما يصحش الكلام ده يا أستاذ أنس. إيه ده يا أنس؟ إيه ده بزعابيبك الفاضية دي؟ وبلاش يا أخويا البوزن 4 في 6 اللي أنت ضاربهولي ده. حمك كلامك الأول وازم البرواز. ابنك لسه ما جاش لغاية دلوقتي وأنت ولا على بالك؟ برضه ما يصحش الكلام ده يا أستاذ أنس. ميشو يا ابني تمام التمام وزمانه جاي. أنا ما بتكلمش، انا بتكلم عن فطين. فطين؟ ومن امتى يا اخويا كان فطين ابني؟ ما انت طول عمرك واخده في حضنك. جاي تسالني عليه دلوقتي؟ ما هو لو كان لقى اب يخاف عليه ويراعيه كان اترمى في حضنه. برضه ما يصحش الكلام ده يا استاذ انس. اسره خلص عشان انا مشغول، والكليب بتاع البيت شاكيرا اللي انا مستنيه ابتدى اهو. شاكيرا؟ أنا كنت عارف إن لغة الحوار لا تجدي مع أمثالك. إيه ده؟ خد يا أنس. خد أنت قلت إيه يا أنس؟ قلت إيه أنت؟ أنا ما قلتش حاجة. على جرأة سعيد أنت هتضربني؟ ممكن قوي لو قعدت هنا أكتر من كده. تصبح على خير. وأنت لا. برضه ما يصحش الكلام ده يا أستاذ أنس. نايل أنت. اسكت. اتفقنا حاجة. تعالى. أقعد. أنا صاحب ولا ما يصحش؟ عم أنس. عم أنس. بقول لك إيه؟ أنا مش عايزك تقلق على فطين. فطين كان قال لي النهاردة إن هو هيروح السيرك عشان يقابل الأستاذة لمياء. ما السيرك خلص بقاله ساعة. ما أنت عارف الأستاذ فطين وعوايده، تلاقيه بعد ما خلص راح قرا كتاب هنا ولا هناك. ما أنت عارف إن فكره غير فكرنا خالص، فكره دايماً في العلالي.
ربنا يعليه كمان وكمان. انا شيكو مدريد يا ار، انا شيكو مدريد اللي كل الحرامية تعالي اللي في البلد بدون التحية ويدوسوا على الزرار ويرفعوا الشعار اول ما يسمعوا اسمي، يعني شيكو مدريد يا ار اول ما يقول يا شر شطر يبقى الطوفان جاي والكل يدخل الجحور ويقول يا حته داريني. يا استاذ شيكو والله العظيم ثلاثه انا حافظ كل اللي حضرتك بتقوله ولسه هتقوله ومستعد اسمعه لك كل منزلي. هتوصل الرساله ولا مش هتوصلها؟ هو حد قال لا؟ حضرتك انا هوصلها لك يا جميل يا قمر. هو انت هتلاقي حمامه ساجله غيري فين بس يا شيكو يا مدريد يا قمر؟ نزلني نزلوه ابو سيدك بسرعه 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 بسرعه. ايه هي الرساله؟ عارف هتقول لهم ايه؟ ابعدوا عن شيكو مدريد. ها المره اللي فاتت ببلغ البوليس، المره اللي جايه شيكو مدريد هيبلغ عزرائيل. شيكو بالنسبه للكتاب اللي انا كنت مديهولك قريته ولا لسه؟ علم النفس والجريمة. عشان انا اتوب عن الجريمة، ها؟ وابوك واخوك يبقوا ملوك الجريمة. من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. غوروه من وشي. ما تقولش وشي. بابا انا فكرت وقررت لقيت يعني ان انا وفاطين ما ينفعش نكمل مع بعض تاني. انا برضو بقول كده. انا بفكر يعني ان انا بكره الصبح وانا في المدرسه ارمي له الدبله في وشه واقول انا مش عايزاك ومش هينفع نكمل مع بعض. انا برضو بقول كده. بابا هو انا صحيح الفقره بتاعتي ملهاش طعم؟ يعني بابا حلوه جميله هايله. امال ايه بقى؟ تقلبوا لي الدنيا على ميشو، تدوروا عليه وتجيبوه من الارض، روحوا كل الاماكن اللي بتواجد فيها، عايزوا الاولاد يبات هنا في الحجز. تمام يا باشا. اتفضلوا. يا فؤاد عملت ايه ببلاغ الفيلا؟ هرب يا عمر هرب، بس مش هسيبه. طب وانت عرفت مين اللي كان بيسرق؟ هو في غيره. ميشو. انت شفته؟ ما شفتوش، كان حاطط ماسك مخبي وشه، بس انا متاكد انه هو. انت يا فؤاد ليه حاطط الواد ده في دماغك؟ مش يمكن حد تاني؟ بقول لك هو يا عمر، طريقته في السرقه وفي الهروب انا حافظه. انا اول مره لقيت مركز مع مجرم قوي كده، مع اني قانونا مش مجرم لان حتى ما عندوش ولا سابقه واحده. بس على ايدي هتكتب له اول سابقه. عمري ما هنسى انه كان السبب في تاخير ترقيتي وتحويلي للتحقيق. ننزل شوف فيه ايه. ازاي متاكد انه ميشو؟ مع انك بتقول انه كان لابس كاب ورافع يد الشكل. عمري هنسى شكله يا عمر، السيجاره اللي في بقه
اللي على طول مش مولعة. بعديها طلبت نقلي هنا لما عرفت انه تابع دايرة الاسم ده. اسيبك انا بقى لحسن شكل ليلتك كده مطولة. سلام. لا 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 ده زمان الظابط فؤاد هيتجنن من اللي مش عمله فيه. ده اللي مفرحكم قوي؟ مش هممكم ان كنت ممكن اتمسك في العملية؟ فيشل اوعى تقول كده، عيب عليك. ده انت ابني ياض، مش ميشو اللي يقع ويتمسك، ده انا مربيك على الغالي. وبرافو عليك يا ده ميشو، الكريزي اللي انت جايبه ده مزاج المزاج. بقولك يا سيد، انا ليه استكين يعني 2000 جنيه حق العملية. ليه كده يا ميشو؟ ليه هتحرق دمي؟ قال انت هتلوم مع ابوك ولا ايه؟ وبعدين العملية دي اتشمت، انتوا جايين الابيض يا ورد. سيد حاوي، ده انا ميشو، يعني تديني ماني تلاقيني فاي. ولو مفيش ماني يا ميشو؟ مفيش ماني مفيش فاني. ايه ده؟ انت جننت يا ميشو؟ حاسس كيل على رقبة ابوك، قصت موتنا يا ميشو. عندك حق، عيب برضه. ابو سيدك يا معلم، اديله، انت عارف ميشو. خلاص خلاص يا عم الموني، انا كنت بهزر معاك. فاضل بس عشان تبقى فوني. كده تمام. والكريز بقى الفاخر ابو السيد واجب من ابنك ميشو. ألف شكر يا رجالة، ألف شكر على التوصيلة، مع ألف سلامة. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ميشو. مساء الخير يا رجالة بابا، تصبحوا على خير. خد يالا هنا، انت قد داخل على اوضتك ولا خارج من الحمام؟ مين عمل فيك كده يا بابا؟ اولا انا مش يقعد ولا ثانيا بقى انا اسمي فطين، وبعدين بقى كل اللي معمول فيه دون بقى بسببك انت يا بابا. شوف الواد قليل القلب بيبوق في ابوه ازاي؟ ده ناقص يهددني بالسكينه. مش هتوصل لحد كده يا سيد وانا موجود، استنى انت بس. مين اللي عمل فيك كده؟ انا شيكو مدريد في الهنجر بتاعه. انت ايه اللي وداك هناك؟ رحت له زي كل مره بالغصب يعني. وعمل كده ليه شيكو الكلب ده؟ علشان يوصل لكم رساله. وايه الرسالة عار عيلة سيد الحاوي؟ الله يسامحك يا بابا، شيكو مدريد هو اللي بلغ عن عملية النهاردة، وبيقول لكم ابعدوا عني أحسن لكم. يعني شيكو هو اللي بلغ عن العملية؟ ماشي يا شيكو، ليك هو. وأنت قلت له إيه لما عرفت يا سيد الرجالة؟ قلت له حاضر، بس بصوت عالي جدا. لا ولا راجل، راجل سبع رجالة في بعض. بعد اذنكم تصبحوا على خير. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا ميش يا معلم سيد، يا ميش يا معلم سيد. ايه اللي حصل يا سوسته؟ المخبرين مرشقين في كل حته وعمالين يدوروا على ميش. الظابط فؤاد شكله موصيهم. يا نهار اسود، بيقول لك مخبرين، هتعمل ايه يا ميشو؟ يبقى كده ملهاش غير حل واحد عشان نخلص. مساء الفل يا باشا، ميشو تحت امرك. فاكرني مش هعرف اجيبك يالا؟ انا جاي وبنفسي يا باشا لحد عندك، لما عرفت انك بتسال عليا. خير يا باشا؟ وحشتك مش كده؟ ايه اللي وداك النهارده فيلا الزهور؟ كنت ناوي تشطها ها؟ فيلا ايه يا باشا؟ انا مش فاهم سعادتك. الفيلا اللي كنت فيها النهارده من ساعتين، ولما حسيت بالبوليس جاي هربت بأمارة ما كنت مخبي وشك. باشا انا مش فاهم سعادتك بتتكلم عن ايه بالظبط. انا لا مؤاخذه كنت في السيما، ولو محتاج احكي لك الفيلم انا ما عنديش مانع، بس محتاجين كوبايتين شاي. هتشرب؟
غريبة قوي. الجزمة اللي انت لابسها دي نفس الجزمة اللي كان لابسها الحرامي. سبحان الله. والله يا باشا يخلق من الجزم 40 41 كمان. انت هتستهبل يا روح امك؟ ومال همي بس يا باشا. ايه زعلتك دي قوي يا ابن يا ابن الايه؟ تمام يا باشا، دورنا عليه مش في كل حته، مش موجود. ما انا موجود يا عم ابراهيم. تاخد الواد ترميه في الحجز ويتعمل له محضر محاوله سرقه الفيلا وفيش وتشبيه جديد. انا مش عارف بس انت ليه مركز قوي كده معايا. اوعى تفتكر انك هتفلت من تحت ايدي، انا وراك لحد ما تيجي هنا بنفسك وتعمل كرات دحروق. تصبح على خير يا باشا. يلا يا عم ابراهيم. انا اقول لي يا عم ابراهيم، الواد علي ابنك عمل ايه في الامتحانات؟ والله مزهقني، ما نافع لا في الامتحانات ولا في مدرسه ولا في حاجه. لما تتاخر بعد كده بقى يا فطين تبقى ايه، تطلبني على المحمول تطمني. هات المحمول اللي انا جبته لك. والله بصراحه يا عمي يعني انا بسيبه في اوضتي لان ما بحبش المحمول ده خالص، بس علشان خاطر حضرتك انا هباخده معايا بعد كده. قول لي بقى عملت ايه النهارده؟ انا يا عمي رحت المدرسه النهارده في ميعادي المعتاد زي كل مره، ودخلت على طابور المدرسه ثم القيت كلمه الصباح في الاذاعه المدرسيه، وبعدين دخلت على جدول حصصي والحمد لله خلصت كله، وبعدين دخلت على جدول حصص زملائي اللي ما جوش والحمد لله خلصت كله، وبعد المدرسه اخدت لمياء خطيبتي علشان اوصلها، واحنا في الطريق قعدنا نتكلم وحكيت لها عن قصة الحب الخالد اللي كان ما بين إيزيس وأوزوريس، وفي وسط الحكاية سابتني ومشيت زي كل مرة، وبعدين جم رجالة شيكو مدريد وأنا رحت معاهم يا عمي زي كل مرة. معلش معلش يا فطين، بكرة لم يتفهم هي وغيرها إنك مختلف عن الآخرين زي عمك. ها المكتبة كان ليها نصيب معاك النهاردة؟ طبعا يا عم أنس، طبعا أنا رحت المكتبة النهاردة والحمد لله قريت نص كتاب الهندسة المعمارية عند الفرعنة، ووصيت كمان موظف المكتبة إنه إن شاء الله بكرة يجيب لي العمارة الإسلامية. كده يبقى فاضل لك 9 كتب وتبقى قريت 1000 كتاب يا فطين. أنا فخور بيك يا فطين، أنت رمز للإرادة والصمود وإن شاء الله هتحقق رسالتك. ازاي بس يا عمي وانا كل ما احاول ابدا في تحقيق رسالتي دي مع ميشو احس اني فاشل؟ نفس اللي حصل لي مع ابوك، حاولت معاه لكن فشلت في اصلاحه وتغييره لحد ما حولني اليائس. لكن انت لا لا، انا لا اسمح انك تفشل يا فطين. انا برضو خايف يا عمي. لماذا الخوف والشمس تغرب من ناحيه وتشرق من ناحية أخرى؟ رجعت لي القوة يا عم أنس، رجعتها لي. وميش أخويا هيتغير، يعني هيتغير. ميشو زي ما هو ومش هيتغير، يعني لما أقول بي كوايت يبقى نكتم النفس، يعني أسمع الصمت، الصمت وبس لحد ما نام. واللي عايز ينام ينام بس وهو واقف، واللي عايز ينزل ايده ينزلها بس هكسرها له. وادي نومه. خش يا بنت، خش يا بنت، بقولك خش بالراحه. لعلمك بقى انا اعرف المامور. مساء فل يا ولود المنحرف. راحة فين يا بت؟ قلبي نفسك يا حمق. حلو ده، ده انا توتة اللي هيرازيني هيرازيني. ها خلاص خلاص يا بت، احنا طلعنا زمل. انت منين يا بت توتة؟ انا من اي حته خلقها ربنا. حد ليه شوق في حاجه؟ بقول لك ايه، دي سجارة. ماشي بس ده بمزاجي مش بغصبانية. خد يدوم يا توتة. وعشان انا توتة
هكمل التحية. خدي عفاري، شكلك كده شايل الهم. ما بدخنش. طب يا اختي بلاش، مالك؟ اول مره في الحجز؟ ايوه والله مظلومه، انا رجلي جت غصب عني لاجل رب العيال بعد موت ابوهم. لا استني، شكلها حكايه جامده قوي، اما نربع بقى عشان نعرف نحكي. صباح الخير يا سمسمة، يا سمسمتي الحلوة. كويس يا فاطين؟ الحمد لله كويس قوي، وحاسس ان النهارده ان شاء الله هيبقى من الايام المشرقه الجميله. ربنا يجعل ايامك كلها مشرقه يا حبيبي. لحظه واحده. السندوتشات وازازه الميه اهو، انا مجهزهم لك. ربنا يخليك ليا يا رب يا عم انس. ربنا يخليك ليا انت يا فاطين يا حبيبي. السلام عليكم. بعد استنى، حطيت الجرنان على صدرك النهارده برد قوي. لا حطيته طبعا يا عمي، وكمان من جرنان الاهرام والصفحه الاولى. ان شاء الله اشوفك كده منور الصفحه الاولى وانت بتستلم جايزه الدوله على ابحاثك. ان شاء الله يا عم انس بنفس حضرتك كده معايا. السلام عليكم بقى. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا رمز الخير والحب. عايز ايه؟ مهنة اللص دي مهنة تحتاج الى الخفة والسرعة، وانت بتنهج، يعني معنى ذلك اخترت المهنة الغلط. ابعد عني. عايز ايه؟ اولا ترجع الشنطة دي لصاحبتها، ثانيا تبطل المهنة دي، لان علم النفس الحديث. علم نفس حديث مين؟ انا نفسي اتقطع. امسك خد هنا يا لص، يا لص افهمك.
يا نهار ابيض، ميعاد المدرسه. مدرسه؟ انا مش حرامي يا باشا، انا متعلم ومن الاوائل في الثانويه العامه كمان، ومتكرم من المحافظه ومن الوزاره، وممكن سيادتك بتتاكد. وبعدين بقى يا باشا، في دستور وفي حقوق انسان وفي امم متحده، وظابط فؤاد باشا بيتعدى عليا بالالفاظ المشينه اللي بيعاقب عليها القانون. ها خلصت يا ميشو؟ خلصت يا باشا. طب اسمع بقى يا سيميشو، انا هسيبك تروح المره دي عشان مفيش حاجه ضدك خالص. شكرا يا باشا، بعد اذن سيادتك. ميشو. نعم يا باشا. يا ريت ما اشوفكش هنا تاني، اما بقى لو كنت خارج على القانون فصدقني هجيبك وهتجيني تاني. شكرا يا باشا، وانا في خدمه القانون. لما انت قاري وعارف القانون كويس كده، سرقت الشنطه ليه يا حلم؟ اولا حضرتك انا ما سرقتش الشنط، ثانيا انا مش حلم. والناس اللي مسكوك دول وجابوك لحد هنا، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ حضرتك دول فاهمين غلط. الو؟ ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، حالا حطوه في الحجز لحد ما اجي لكم. حجز ايه حضرتك؟ انا الاستاذ فاطين مدرس الدراسات، انا اعترض وبشده. انا اعترض وبشده. صباح الخير، انتوا واقفين كده ليه؟ يا فندم الولد ده مجرم خطير. مش بالكلام يا حضره الضابط، لو فعلا هو مجرم خطير وقدر يهرب فكده هيبقى فيه تقصير من ناحيتنا. يا فندم انا، يا حضره الضابط ركز في شغلك اكتر من كده شويه. تحت امرك يا فندم. شوف يا فؤاد، انا عارف ان انت مظبط عندي هنا، وعارف يعني ايه تنفيذ قانون، وده بقى اللي احنا بنشتغل من خلاله مش من خلال حاجه تانية. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. علشان كده عمر الإجرام ما جاب نتيجة إيجابية لصاحبه، بالعكس المجرم بيعيش دايما يا إما مطارد يا إما مهان، وما بيستمتعش بالحرية العظيمة اللي احنا اتولدنا فيها. علشان كده التاريخ لا يذكرهم ولا يتذكرهم، وإذا ذكرهم ذكروا بالسوء. لذلك احنا كلنا كده من النهاردة عايزين نتعاهد ونبدأ من دلوقتي، وكما قال نيتشه: لا تمشي في طريق من طرق الحياة إلا مدرسة صفا. مدرسة ايه انتباه؟ مش عايزة نفس الكل مش فاطين كان احسن من الاستاذة لاميا دي؟ هو في زي فاطين؟ هو فين دلوقتي عشان نضحك شوية بدل ما الطابور دمه تقيل كده؟ يا دي المصيبة، مستر فاطين ما جاش لغايه دلوقتي، مين هيقول كلمه المدرسه؟ طب مين هيشغل الاذاعه المدرسيه؟ انا اللي هقول كلمه المدرسه النهارده. ازاي بس؟ سياده المدير العام موجود، صاحب المدرسه. صدقني يا حضره الناظر، الاستاذ فاطين مدربنا كويس قوي، واذا خاب الاستاذ فاطين كلنا فاطين، كلنا فاطين. خلاص خلاص سمعت. بس انت متاكد يا دودي يا ابني؟ اخلاء الرجال هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل. ما تقلقش يا استاذ عزيز، هو زيه بالظبط، مش ناقص غير انه يلبس النضاره ويبقى هو. اتفضل اتفضل، ربنا يستر. يا ابناء الخط المشرف، اهلا بكم في يوم جديد مليء بالحب والتفاؤل والامل، واعتقد ان هذا اليوم سيكتب في سجلات عقولكم وفي قلوبكم ايضا. لذا اود ان اقول لكم: تمسكوا بالامل، تمسكوا بالغد، وكونوا كلكم اخوة واصدقاء واحبة. وكلمة اليوم هي: أولى لك أن تتألم لأجل الصدق من أن تكافئ لأجل الكذب. يعني يا أخوانا، محدش يكذب ويعتقد أنه هو هينجب كذبه. غلط، صدقوني غلط، صدقوني. فاهمين يا أخوانا؟ قدام يا أستاذ فاطين، يلا الحصة. طيب مع السلامة أيها المساجين المجرمين الودعاء الأصفياء، مع السلامة. مع السلامة يا رجالة، توحشوني.
على فكره بقى لو تركبوا تكييف جوه الحجز يبقى افضل، لان التهويه جوه مش كويسه وممكن تنقل امراض. لما تيجي المره الجايه ان شاء الله هركب لك تكييف وسبوره كمان. يلا اخويا يلا. قدام يا بت، قدام يا بت. بالراحه عليها يا عم الشاويش، لعلمك ده مش معاد صحيان. ايه بيقول الكلام ده لسياده المأمور؟ الاقيش معاك ولع. ما تبطل يا بت. لعلمك بقى انا اعرف المأمور. طب قدامي يا اختي، قدامي يا اختي. تقدر تفضل انت يا استاذ فاطين. متشكر جدا يا باشا. الحمد لله، الحمد لله يا رب. معلش يا ابني انا السبب في اللي حصل لك ده. لا ولا يهمك يا امي، بالعكس ده انا استفدت جدا من وجودي هنا. يا ريت يا حضره الضابط حضرتك تبلغ حضره المأمور ان وجود مكتوب والحجز ده طبعا غير التكييف شيء مهم وضروري جدا. متشكر يا استاذ فاطين، هبلغه. حاضر. ممنون. لا اله الا الله، انت لسه واقف وبتنهج؟ انا مش قلت لك غير مهنتك؟ طبعا مش مقتنع بكلامي. انت عارف انا لو ما عنديش الحصه الثالثه انا كنت قعدت معاك واقنعتك. انت المفروض ما تشتغلش حرامي، المفروض تشتغل مريض. هات له جلوكوز وامسكه له كده وانت واقف. السلام عليكم. فول يا ميش. فول. سيجول. ايه عربيته موجوده اهي. اه جوه. الورد جميل، جميل قوي. اه ايه رايك بقى في المجموعه دي؟ شفتي؟ الله حلو قوي. بس مش احلى منك. هو ربنا مش احلى منك ابدا. على فكره انا عندي مجموعه ورد بلدي. اوعي لكن انا احب البلدي قوي. لا مش كده، انا مش قدك. ايه ده لسه صباح الخير يا حاج. طب اتفضلي انت روحي بالسلامه وانا هجيب لك البوكيه لغايه عندك بنفسي. بالسلام. مع السلامه. على اذنك. هنا من امتى ماشي؟ من وانت بتحب البلد يا ابو السيد. ده خرجت امتى؟ من شويه كده. طب ما رحتش تنام ليه؟ ما انت عارف ابو السيد وانا هيجيلي نوم وليه حق بره. قصدك شيكو مدريد. ايوه هحتفل بعيد ميلاده النهارده، وزمان بومبوني وستيشن بيجهزوا له التورته. ولا سوسته امورني يا كبير. كمل لي هذا البوكيه ده، عاوز بوكيه جامد قوي، وكتر الورد البلدي، حط ورد بلدي الوان على قد ما تقدر. يلا بسرعه يا امرك. يا باشا. يا ابو السيد كتر الورد البلدي مضيق. ابوك لسه شباب يا عم الشباب. بيشو احنا جاهزين للاحتفال وكله تمام. كله تحت السيطره. سلام بقى ابو السيد عشان ما نتاخرش على عيد الميلاد. سلام. ميشو استنى استنى ميشو، خد ادي دي شيكو مدريد، قول له هابي نيو يير. كلك واجب ابو السيد. سلام يا ميشو. يلا رجاله. سلام. ما تخلص يا دي البوكيه، انت هتعملوا لي شغلانه. عاوز كتر ورد البلد بسرعه. يلا خلاص. حاضر يا باشا. حاضر. عاوز اودي لها البوكيه بنفسي. البلدي يكمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول مره تتاخر يا استاذ فطين من يوم ما اشتغلت هناك. ظرف طارق اخرني. بس تلميذك دودي جنب الواجب وزياده، والاذاعه المدرسيه تمت وكانك موجود بالظبط. هذا شبله من ذاك يا جعيد يا ثرثار. بس كان لي عنديك طلب يا استاذ فطين. اطلب يا سيدي اطلب، ما هو انا ما بخلصش من طلباتك. كنت عايزك تدي الوادي محمد ولدي درس خصوصي، انت عارف ان في مدرسة على جدها يعني. درس خصوصي يا جعيدي؟ درس خصوصي وانا من امتى بدي دروس خصوصية؟ طول بالك بس عليا يا استاذ فطين، ما هو انت مش هتاخد فلوس. بتغريني يعني. ماشي يا سيدي، طالما مش هاخد فلوس فانا موافق يا جعيدي. سيبني بقى سيبني بقى علشان متأخر على الحصة. لا ده ايه الغلب ده يا ربي؟ كتر خيرك يا استاذ فطين، وربنا يخليك للغلابة. يا ريت كل واحد يقعد مكانه لغاية ما مستر فطين يوصل. انت هتعمل علينا مستر ولا ايه يا دودي؟ لو سمحت يا وليد ارجع مكانك. انت صدقت نفسك ولا ايه يا دودي؟ انت عامل زي استاذ فطين اللي هو عامل فيلم عربي قديم. يا ريت بقى تقعدوا مكانكم وعيب الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. انا مش هرد عليكم بمنطقكم لان مستر فطين علمني لا ارد. احنا بقى نفرجك على مستر فطين بتاعك ده. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا فاطين.
فاطين ايه؟ انا مش قايل لكم قبل كده فاطين دي نقولها بره المدرسه وبره الفصل ولما نكون لوحدنا كمان؟ انما دلوقتي هنقول ايه؟ صباح الخير يا مستر فاطين. برافو عليكم، جلوس. انا النهارده يا اولاد جاي وكل حماس وقوه علشان النهارده هشرح درس عن سعد زغلول. وسعد زغلول باشا دون يا ولاد كان زعيم الأمة. لو سمحت يا مستر فاطين، ممكن تقبل مننا الهدية دي عشان تعرف غلاوتك عندنا وان احنا بنحبك. هدية؟ يا متشكر جدا يا وليد، ألف شكر. ايه ده؟ طربوش؟ ومنشة؟ هما فعلا شكلهم يضحك يا ولاد، بس شكلهم دلوقتي يضحك، لكن زمان ما كانوش يضحكوا لانهم كانوا من سمات العصر. وانا بالمناسبة دي انا عايز اشكر وليد ان هو هيخليني اشرح درس النهاردة بالطربوش ده، لان يا ولاد سعد باشا زغلول كان بيلبس طربوش زي ده وكان رمز للأمة. وسعد باشا زغلول يا ولاد وهو صغير قدكم كده كان بيدرس في الأزهر الشريف وتتلمذ على ايد علماء عظماء امثال السيد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده لغاية لما حصل على شهادة الحقوق. وكان ساعتها يا ولاد الاحتلال الانجليزي الغاشم موجود في مصر. مركزين؟ مركزين يا مستر فاطين. وبعدين؟ برافو يا ولاد. وبعد الحرب العالمية الأولى سنة 1918 راح سعد باشا زغلول وقابل الحاكم البريطاني في مصر بنفسه وطلبه بالجلاء والاستقلال. Happy birthday to you. Happy birthday to you. شيكو. Happy birthday to شيكو. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. يا شيكو. سنة حلوة يا شيكو. سنة حلوة يا جميل. ايه ما تطفي الشمع. اطفي. كل سنه وانت طيب يا شيكو. والورده دي تحيه يا رجاله من سيد الحاوي ابويا. شيكو يا جميل. بونبوني جاهز؟ جاهز من بدري والهنجر كله ملخم. الله عليك يا بونبوني. وانت ستيشن الكبريت موجود ولو مستعجل الولاعه موجوده. لا مستعجل، انت عارف بقى ان انا عايز انام لان ميعاد نومي عدى من بدري ونومت الحجز وحشة. لا تعمل فيه فيها يا ميشو، ده حبيبك كون عليك. طب ما انا هونت عليك وبلغت. وانا قدام رجالتي وقدام رجالتك بقولك انا بعتذر يا ميشو و everything is okay. ايه؟ ما سمعتش. انا بعتذر لك. ها رجالة ايه رأيكم؟ موافقين؟ طبعا لا. ليه بس يا رجالة؟ ده انا كنت هسامحه. ده شيكو ده حبيبي. معلش بقى يا شيكو مش هقدر ازعل رجالتي. مع السلامة انتوا رجالة. ماشي يا معلم ميشو. شيكو 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 شيكو. باي باي يا شيكو. حرام عليك يا شيكو. لا تسيبوني يا الله.
وبعد نفي سعد باشا زغلول إلى جزيرة مالطا كانت هذه هي الشرارة الأولى لقيام ثورة 1919. وثار الشعب كله مسلمون ومسيحيون وعمال وموظفون وفلاحون، حتى شباب الأزهر وحتى النساء. يا أولاد النساء خرجنا لأول مرة في شوارع المحروسة بقيادة صبية زغلول، والكل الكل كان يهتف بصوت واحد: سعد سعد يحيى سعد 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 يحيى سعد. الاستقلال التام أو الموت الزعام. الاستقلال التام أو الموت الزعام. يا عزيز يا عزيز كبة تاخذ الإنجليز. ليه صدق ده يا فندم؟ الاستاذ حطين مدرس ماده الدراسات، دايما حماس واخده مع التلاميذ، حساس قوي وبيحب التاريخ جدا، والاولاد يا فندم كمان بيحبوه. فراشو يا عزيز يا عزيز. اهلا وسهلا يا استاذ عزيز. أنا آسف يا فندم. قيام قيام. أستاذ رؤوف صاحب المدرسة جاي يطمن يا أستاذ فطين. لا اطمن سعادتك، يعني جلوس يا أولاد. ده حضرتك لك أن تفخر وتنبهر، ده أنا يا فندم كنت واخدهم وهم ميح خالص، ده كان مستواهم متدني جدا. حضرتك دول ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن تاريخ بلدهم. أنا تخيل سعادتك، دول ما كانوش يعرفوا مين اللي بنى أبو الهول. طبعا حضرتك عارف. أحسنت يا أستاذ فطين، اتفضل. بعد إذنك يا أستاذ عزيز، بعد إذنك يعني أنا كان عندي اقتراح بس الرؤوف بيه. أنا كنت بقول لسعادتك، يعني إيه رأي حضرتك إن إحنا ناخد الأولاد دولت ونعمل لهم رحلة مدرسية يزوروا فيها الآثار العظيمة بتاعت بلدهم، علشان يشوفوا بعينيهم وعملي الدروس اللي هم بياخدوها هنا في المدرسة يا فندم. وده يا فندم طبعا بعد إذن سعادتك هيبقى على حساب المدرسة. يلا يلا يا أستاذ عزيز. يلا يا فندم. أستاذ عزيز هو ما ردش عليا ليه؟ بعدين بعدين يا استاذ فطين، كمل حصتك. احنا وصلنا ليه؟ يا عزيز يا عزيز اهلا وسهلا يا استاذ عزيز. انت هتستقبلي؟ ما تنطقي. المخدرات اللي لقيناها معاك كانت بتاعت المعلم الشامي ولا لا؟ والله العظيم يا باشا مش بتاعتي. ماشي، انا هخليك تعترفي بكل حاجه. كان بيديكي كام بقى على كل توصيله؟ والله انا بريه ما اعرفش حاجه. لو سمحتي يا فؤاد بيه، المتهمه فوزيه انا اللي هحقق معاها. بس انا بعد اذنك يا فؤاد بيه ضد الاسلوب ده تماما، ورساله الماجستير بتاعتي ضد مبدا العنف من اساسه. الرساله بتاعتك والكلام النظري ده شيء، والتعامل مع المجرمين شيء تاني خالص. انت بس تلاقي الحماس واخدك شويه. انا الرساله بتاعتي مش كلام نظري، وبعدين انا دخلت عشان اكون جنب فوزيه وتحكي لي بصراحه هي عملت كده ليه. ظروفها الشخصيه وخوفها على اولادها هم اللي خلوها تتصرف بالشكل ده. يا حضره الضابط يا ريت تسمعيني وتفهميني، انا اكتر خبره منك، اتعاملت مع كل انواع المجرمين كلهم بيقولوا نفس الكلام، مفيش حاجه اسمها ظروف، المجرم بيتولد مجرم. انا مختلفه معاك تماما في الراي، ومستعده اثبت لك عكس كده. حاضر حاضر يا ساره، بس ما تنسيش في الاخر ان انت بنت عمي، وكل اللي يهمني هو مصلحتي. وعشان انت ابن عمي انا طلبت انتدابي هنا عشان تساعدني في رساله الماجستير، مش عشان تقف ضدي. بس انا مش ضدك، انا عايزك بس تخلي بالك، مش كل المجرمين زي ما انت شايفاهم ابرياء. المجرم دايما تصرفاته وافعاله ما بتبقاش متوقعه، وعلى طول شايف ضابط البوليس قدامه كانه عدو. انا بقى عايز اغير الفكره دي، لان المجرم في الاساس هو انسان، يعني اكيد هيبقى في لغه حوار بينا. انا هنام وبعدي عليا بالليل يا بونبون. ميشو ازيك يا انس؟ تعالى استنى، انا عايز اتكلم معاك. بعدين؟ بعدين ايه؟ انا عمك وبقول لك عايز اتكلم معاك، مش كل مره تسيبني وتمشي. ماشي اتفضل يا انس. انا عايز اعرفك يا ميشو ان سلوكك وسلوك ابوك مش عاجبني. ايوه مش عاجبني، وإذا كنتوا راضيين عن اللي انتوا بتعملوه فأنا بحذركم،
وقد أعذر من أنذر. أيوة بحذركم، ابعدوا عن فطين خالص. فطين ينتمي إليكم اسما فقط، ولكن جذوره تمتد لي أنا، أنس عمه وأستاذه وأبوه الروحي. يعني أنت دلوقتي عايز إيه؟ أولا حضرتك ما تنساش إني أنا عمك، أنا عايزكوا تبعدوا عن فطين كلية، وتبعدوه عن أي شيء يخصكم. فطين ده ثروة قومية ولابد من الحفاظ عليها. أستاذ أنس أنت عايز أصور بعد إذنك. طيب استناني هخلص مناقشة. يلا، فطين ده ابني، فاهم يعني ايه ابني؟ وانا لن اسمع لاحد ان يجعله يحيد عن الطريق المستقيم. اما اذا كنت انت لويت ترجع لعقلك وتعود لجدة الصواب وعايز تمشي على الطريق المستقيم، فانا ممكن اسامحك، ولكن بشروط. اولا مشي كالعادة، الجبان فقط هو الذي يخشى مواجهة الآخرين. قصدك إن أنا جبان؟ أيوة أنس. أنا هطلع أنام دلوقتي، مش عايز دوشة ولا رغي. تصور من غير صوت، فاهم؟ فاهم. أنا صور وأعمل دوشة زي ما أنا عايز، دي شقتي وكل واحد حر في شقته. انس الله تسلم ايدك يا عم انس، السندوتشات النهارده طعمها حلو قوي. بالعكس دي مسخة ودلع كمان، بس لذيذة قوي. لمياء انت عارفة لمياء يا حبيبتي، كل ما اجي المكان العظيم ده اتاكد فعلا قد ايه المصريين القدماء كانوا عظماء بمعنى الكلمة. المهم فلوس الجمعية فين يا فاطين؟ هرم خوف يا لمياء، اللي وراكي ده استغرق بناؤه 20 سنة ومكون من 2,300,000 حجر. ياه عظيم. يعني علشان كده يا لمياء الأجانب لما بيجوا بينبهروا، إنما إحنا المصريين اللي عايشين في مصر لا انبهار. إحنا مش عايشين في زمانهم يا فاطين، ده على أيامهم هم كانوا بيبنوا الأهرامات وإحنا عايزين نتجوز علشان نخلص، ففين فلوس الجمعية يا فاطين؟ ما هو بقى لمياء حبيبتي بقى بصراحة، يعني أنا خايف أقولك، يعني لا تغضبي مني بقى وتقعدي تزعقي ولا حاجة، وإحنا لسه ما استمتعناش بيومنا الجميل ده. يا سيدي مش هزعق، قول بقى. يا لمياء ما أنت كل مرة تقعدي تقولي لي يا سيدي مش هزعق، بس قول بقى، وتقعدي تقلبي وشك في الآخر يا فاطين. أنت بقى الله، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الصراحة بقى يا لمياء يا حبيبتي، بص بقى يا ستي، انا جبت كتاب العمارة الاسلامية الشيق ده ب138 بس، وباقي من فلوس الجمعية 12 جنيه بحالهم اهم. انما بقى كتاب العمارة الاسلامية ده ايه؟ انت لسه هتحكي لي على الكتاب يا فاطين؟ ضيعت فلوس الجمعية يا فاطين؟ شوفي زعلت ازاي اهو. انا ما زعلتش، انا اتشليت. بعد الشر عليك يا لمياء يا حبيبتي. اقول لك على حاجة يا فاطين، احنا مش هنكمل مع بعض، فاهم؟ عشان اتخنقت منك، خد بيتك بقى. لا اصل مش عايز اشوفك. لا لا لمياء والنبي اقعدي بقى، اقعدي يا لمياء بقى، سايق عليك النبي بقى، ده احنا مش جايين الجو الرومانسي الفرعوني ده علشان نتخانق مع بعض. لمياء علشان خاطري، خدي يا حبيبتي هنا جواز يا فاطين. يا رب يا لمياء يا رب. خدي يا حبيبتي، بصي وانا يا ستي فلوس الجمعيه دي انا هتصرف فيها من عم انس، بس سايق عليك النبي بقى، افرحي بقى واضحكي، ده انت مع فاطين فطنطن. ماشي مش هزعل، بس انت ما تزعلنيش تاني، وبعدين احنا جايين نتكلم عن حياتنا الشخصيه مش الفرعونيه. حاضر يا ستي، بس اضحكي بقى يا لمياء يا حبيبتي بقى، علشان انا محضر لك رومانسيه، انما ايه جنان. ايه رايك بقى يا لمياء يا حبيبتي في الرحله العظيمه الساحره والجو الرومانسي ده؟ حلوه. المهم ما قلتليش عملت ايه في موضوع دروس الخصوصيه. ابو الهول ده بقى يا لمياء اللي بناه خفرع ابن الملك خوفو لحمايه قبور الملوك من الاعداء واللصوص. يابا وكان ابو الهول شكله على جسم اسد لكن راسه راس انسان.
شفت بقى يا لمياء يا حبيبتي عظمة الفراعنة وقدماء المصريين العظماء؟ يا سلام، علشان كده السياح دي لما بيجوا بينبهروا. يا لمياء يا حبيبتي استني بس، انا والله العظيم ما كان قصدي، بس كان شكلك يفطس من الضحك. خدي بقى البس الدمله بقى، خدي البس. ايه لمياء؟ عارف يا فضيحه ما شفتش من قدامي هصوت الم عليك ناس ولومك عايز تخطفني. اخطفك ايه بس يا لمياء؟ ده تفكير خاطئ. حد يعني معقوله يخطفك انت كده؟ طب اما وريتك يا ناس. لا لا يا لا لا لمياء هتصلي. لمياء يا لمياء معلش انت يا حضرتك خلاص ما بقاش فيها اخلاق المعاكسه. انا عينك كده؟ عيني عينك ايه حضرتك؟ دي لمياء خطيبتي. يا لمياء انا خطيبتك وانا عايز اعرفك. يا لمياء استني بس. لما بتكذب حضرتك فهمتني غلط والله العظيم. هي بس لما وقعت من فوق الجمل لسه هترغي. استنى بس حضرتك هتضرب؟ ايوه هضرب. طب لحظه واحده حضرتك تقدر تتفضل. اللي عمله ابنك ده سادح قوي مش هيعدي على خير. اعلى ما في خيلك اركبه يا شيكو. بطل هالفظه خليني ابص اللي احسن منك. الطريق بيه قدامه خمس دقايق وهيبقى عندكم على طول. لا براحته براحته. تشربوا ايه بقى؟ لا اي حاجه من ايدك زي العسل. اوكي هبعت لكم المتر. هاف نايس داي. اهلا اهلا وسهلا بالرجاله. اهلا وسهلا. العمليه الاخيره اللي باظت منكم ديت انتوا اللي هتشيلوها. لما فريد الجندي سمعته تبوظ في السوق لو تاكلوا يعني مش هتلاقوا شغل. بس العمليه اللي فاتت دي مكتوبه باسمي من الاول خالص. وما نفذتهاش ليه يا قاور؟ عشان قاور. عشان قاور يا حاوي، مش زي ابنك واخدها عافيه واخدها بصدري كده. ها؟ وإفري سينكس اوكي. بقول لك ايه انت وهو خلافاتكم دي تحلوها بره بعيد عني. دلوقتي انا هبعت لكم لفات، كل واحد هياخد الملف بتاعه للعمليه الجديده. وعلى الله تبوظ زي اللي فاتت. اتفضلوا، المقابله انتهت. ماشي. سلام يا برنس. سلام يا شيكو. سيد. ايوه يا باشا. الواد ميشو ابنك ده هيبقى له مستقبل كبير قوي معايا. تربيت يا باشا. عارف دماغه صاحيه. تربيت. شغال. تربيت. وقلبه ميت. تربيتي. خلاص عرفت انه تربيتك. ايوه يا باشا تربيت. يبقى ابعته لي. اتفضل. تربيت يا باشا. الناس اللي هنا بتلعب دي ناس زينا يعني من البلد؟ ناس زينا بونبوني. تعالى اقعد. انت قاعد في غرزه عشان حد يجي ياخد طلبات بس. ساكت يا بونبوني. بيبو. هاي ميشو. يا بيبو هات لي البونبوني. هتشرب ايه يا بونبوني؟ لا معلش شايفين انا بموضوع البرتقال ده كان اصله جامد قوي فانا هديها بيره. هات له هات له بيره يا بيره. اوكي يا كينج. ميشو ميشو انت عرفت المكان الجامد ده منين؟ عملت مصلحه لصاحب المكان ده فالجو عجبني فبقيت اجي هنا على طول. بس المكان هنا شكله غالي قوي وجامد قوي قوي قوي. لا طب ما احنا كمان جامدين. والجامد ما يقعدش غير في الجامد. انا قلت ان المكان هنا جامد. انت لسه شفت حاجه. هاي يا ميشو. هاي مايكل بونبوني. مايكل هاي بونبوني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شفت عمل ايه؟ هو ده السلام الجديد هنا؟ ايه يا مان انت ما بتلعبش النهارده بلياردو ليه؟ بصراحه بقى ما فيش لعيبه وانا ما بلعبش غير مع الجامدين. ولما انت جامد قوي كده ما تقول تورينا لعبك ولا انت بس بقى على بس انا ما بلعبش ببلاش. تايم از ماني. وخدت البوكس من هنا يا عمي وما ادركش باي حاجه من هنا. وفين وفين بقى؟ على بال ما فقت لقيت نفسي نايم جنب الرصيف والناس ماشيه عادي خالص جنبي كده ولا كان في حد مرمي جنبهم. ولا يهمك، بكره لمياء والناس كلها تعرف قيمتك وقيمه التاريخ اللي بيجري في عروقك.
انت بتدور على كتاب ايه عندك؟ بدور يا عمي على كتاب يكون بيتكلم على كيفية التعامل مع المجرم، علشان انا النهاردة ان شاء الله عايز ابتدي في اصلاح اخويا ميشو. في كتاب عن الاجرام؟ لا 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 مش هينفع، ما انا جربت مع ابوك وفشلت، مش عايزك تفشل زيي. قصدك ايه بقى يا عمي؟ قصدي ان اللي عندي ميشو سيد ده مرض، يعني لازم يتعالجوا منه، لازم يروحوا لطبيب نفسي. انا حاولت مع ابوك بس رفض. واكيد ميشو اخويا هيرفض هو كمان. بس تخيل يا عمي فكرة الدكتور النفسي دي. طب وانت هتقنع ميشو ازاي؟ خلاص ما تقلقش يا عمي، ان شاء الله انا هتصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت من اول دلوقتي لغاية اخر الجلسة يا فطين فانت ميشو. انت ايه؟ ميشو. ايوه كده يا فطين. تديني ماني تلاقيني فاني. انا مين؟ انا ميشو. برافو عليك يلا، برافو عليك. ايه ده؟ ده انا معرفتش نفسي، ده انت ميشو تيبيكال. ايه ده؟ مساء الخير يا ميشو. مساء وخلاص يا دكتور. طب اتفضل اقعد على الشيزلونج. شيزلونج؟ شيزلونج شيزلونج، بس يا ريت ننجز يا دكتور. طب اتفضل 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 اقعد. احنا دلوقتي مفيش طفايه، اعمل ايه يعني؟ خلاص براحتك. انا شفتني قلت لك حاجه؟ احنا هنبتدي الجلسه دلوقتي. ماشي نبدا. امال احنا جايين يعني عشان نلعب ولا نهزر؟ نبدا. طب اتفضل استريح. امدد اهو. اهو من هنا. ايه انا قاعده جنبك، اقعد هنا عايز اشوف وشك. ماشي ماشي ما تنرفزنيش. حاضر حاضر تحت اهو. اديني هتشوفي وشي. ايوه شوفي وشي بقى، بس يا ريت ننجز. ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه والله ما في حاجه. ايه اللي على مناخيرك ده؟ لا اصل انا حضرتك كنت يعني ماشي انا وخطيبتي لمياء في الشارع وهي كانت. استنى استنى، السي في بتاعك بيقول انك انت مش مرتبط. حصل. يعني ايه حصل؟ ما اصل انا بقى كنت ماشي في الشارع بعد العمليه الاجراميه والسرقه والحاجات والبوليس، وما كنتش عايز اقول لك. مهم جدا في العلاج انك انت تبقى صريح جدا، وبعدين اي كلمه بتقولها لي هنا في العياده مش ممكن حد يسمع عنها حاجه، عشان كده عايزك تبقى صريح معايا وتقول لي ايه اللي حصل بالظبط. حصل. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل. انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. حضرتك بقى انا كنت ماشي بعد عمليه الاجرام والسطو المسلح مع الخزنه الكبيره الضخمه. ايوه خزنه حديد كلها الماس والماز وحديد وذهب مطاوع. وماشيين بقى كده والبوليس بيجري ورايا وعمالين بقى ينور البوليس ده. وانا بجري كده وشايل الحديد الضخم دون ماشي، لقيت بقى قطه معديه كده وانا بجري، قمت متكعبل فوقعت على مراخيري بقى، فمراخيري بس الحمد لله ربنا ستر اخر ستر الحمد لله، لحقت نفسي قبل ما اروح تطلع. قطه عدت قمت انت وقعت على وشك، مناخيرك اتعورت. هو انت لما مناخيرك تتعور روحك تطلع؟ اصل انا روحي فين يا دكتوره؟ انت قلت لي ان اسرتك مكونه من اربع اشخاص. حصل. مين الاربع اشخاص دول؟ حضرتك اخويا ميشو اللي هو انا، انا واخويا واحد بقى. وبعدين ما تلخبطنيش يا دكتوره. انا مش بلخبطك، قول بس قول. ميشو بقى ده اللي هو انا، خطر بقى وحرامي ومجرم عتاقي، يعني عتاقي ومقطع السمكه وديلها من صغري. ايوه وبابا سيد. بابا سيد بقى برضه مجرم وخطر وحرامي ومقطع نفس السمكه وديلها بقى من صغره. راخر. وعمي انس. واخويا فطين اللي هو اخويا التوأم. بس حضرتك بقى يا عم، انس وفاطين دولت دول مش اشرار، دول طيبين خالص حضرتك لو تشوفيهم. طب قول لي بقى، انت بتحس بايه لما بتشوف اخوك التوأم؟ حصل. بتحس بايه؟ ما انا جاي بقى اعرف علشان هو اعرف ان هو بيحس بايه. الله، انا مالي انا هو بيحس بايه؟ انا عايز اعرف انت بتحس ايه. انا مين؟ انت ميشو. على مؤاخذة يا دكتورة، أنا ميشو الخطير. أنا الحمد لله بحس إن أنا الحمد لله رضا وكويس ومية فل و14. طيب أنت بتقول إيه لأخوك فاطين؟ لا دي سهل قوي. بقوم باصص له بقى كده باستعلاء
من تحت لفوق كده هون بقى، علشان انا مجرم خطير وصايع صايع صايع يعني. وبقول له خد يلا الباب في ايديك يلا واطلع برا، بعمل له كده براسي. دلوقتي انت جاي لي العياده هنا علشان تخف من الاجرام والسرقه، ولا انت جاي عشان حاسس ان اخوك احسن منك؟ لا والله العظيم انا جاي علشان اتعالج وحياة ربنا. وبعدين بقى يعني حضرتك انا الاجرام بقى والسرقه دي بقى من صغري بتجري في دمي كده مجرى العيون، وانا جاي بقى هنا اصلا علشان ابطل السرقه والاجرام، ولو ما قلتليش ابطلهم ممكن اسحقك. لا ملوش لزوم، قلبك ابيض. طب هسألك سؤال بس خفيف قوي كده. ماشي. انت مالكش اي هوايات خالص؟ يعني ما بتلعبش اي العاب رياضية؟ بلعب كل الالعاب اللي حضرتك تتخيليها في دماغك يعني، بس كل الالعاب بقى دي بلعبها علشان خاطر الفلوس، عشان انا مجرم. ازاي؟ اقول لحضرتك ازاي؟ لسه ما خلصش، هنلعب تاني. بس انا بقى خلصت وكسبت الفلوس. ما فيش فلوس. ما قلت لك ما فيش فلوس. انت كده غلطت. بلاش يا ميشو، بلاش عشان خاطر الله والنبي. وبعدين ما خفتش من مسدساتهم؟ انا ما بخافش يا دكتوره خالص، علشان انا بقى ايه؟ مجرم وخطير ومقطع السمكه وديلها. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ هقول لحضرتك يا دكتورة. هات بس عشان اكتب. ماشي امسكي، بس اوعي تعوري نفسك. قول يا سيدي. هقول لك يا دكتورة. خلاص بقى يا عم بيس بقى، ده جيمه خلص. خلاص بقى بيش. خلاص بقى فضل. استاذ ميشو. انا اسف يا دكتوره، حقك عليا، اصل انا اندمجت شويه. انا اسف. اسف. اتفضل اتفضل، الجلسه خلصت خلاص دلوقتي. طب يا دكتورة قولي لي، طمنيني يعني، في امل في علاج ميشو؟ قصدي في علاجي يعني. طبعا في امل. فرويد قال عدم تصحيح الخطأ هو في حد ذاته خطأ. احنا بقى هنحاول نصحح الخطأ ده. طيب بعد اذن حضرتك بقى. انت مش بتقولي انك سبتيه يضرب في الشارع ورميتي له الدبلة في وشه ومشيتي؟ الله، مفروض حد يسأل عليه، اقول له ازاي يسأل عليك انت؟ انا مش فاهم يعني. انا عايز افهم يا بابا، هو اول مرة ينضرب؟ ما طول عمره بينضرب. وبعدين حتى لو بيموت المفروض يتصل يطمن عليا. هو احنا يعني مش كنا مخطوبين ولا ايه؟ من فضلك يا بابا اتصل بيه دلوقتي حالا، علشان انا عايز اعرف هو ما اتصلش يطمن عليا ليه. حاضر يا ستي، هتصل بيه بس بعد ما تخلصي مرتك. لا دلوقتي. حاضر دلوقتي. حاضر. الو، ايوه فاطين، انا بكلمك عايز اطمن عليك بس. انشف يا دو وخليك جامد. ها خلاص فهمتك يا عم علي، فهمتك. هي جنبك صح؟
ما تقلقش، ده انا هتقل تقل وهعملها بقسوه كمان. الدهاني الدهاني دي الدهاني اهي معاك اهي خد. ايوه يا فاطين. ايوه لمياء يا حبيبتي. انت ازاي ما تتصلش تسال عليا؟ مش عيب؟ وبعدين وانا ما وحشتكش يعني، الشوق ما جاش على بالك كده؟ ايه ايه انا 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 يا لمياء يا حبيبتي، انا ما اقدرش انسيكي ابدا. وعلى راي الشاعر، لا يعرف الشوق الا من يكابد، ولا الصبابة إلا من يعانيها. ماشي يا فاطين، أنا أصلي الفقرة بتاعتي بتاعت السيرك هتبتدي، أما خلص أكلمك. ماشي باي بقى. يعني أفهم من كلامك إن أجيبها عندي بل بكرة؟ أه يا فاطين، يلا باي. ماشي، اقفلي أنت الأول. قفلت. بموت في نرفزتها. لا 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 لا. نكمل قراية. فين بقى نظرية لامبروزو ونموذج الإنسان المجرم بالولادة؟ أيوة كده، قول قول. لمياء ادتني حماس. ابتدأ لامبروزو ورحلته العلمية بالتأمل في سلوك المنحرفين، وقد لاحظ أن المنحرفين يتميزون بعدة ذات جسدية عن الأسوياء، وصفاتهم هي إيه بقى؟ صغر حجم الجمجمة وعدم انتظامها. حاجة تقلق. فعلا الجمجمة صغيرة، بروز عظام الوجنتين. برزين برزين، شذوذ في تركيب الأسنان. لا ما مش محتاجة مراية، دي مش محتاجة مراية. شذوذ في حجم الأذنين. أنا فعلا في ودن اليمين أكبر من الودن الشمال لما بحط من طرف. إيه ده؟ وهذه المظاهر الجسمانية تنتقل بالوراثة. بص ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ايه الغلب ده يا ربي؟ ده الصفات دي ينطبق على اخويا ميشو، وانا وميشو فوله وانقسمت نصين. ايه ده؟ يعني انا ممكن هو بالساهل كده يالا تبقى مجرم ومتصيد؟ امال يا اخويا جبت الجرأة دي كلها منين؟ ده الاول ما شفت العيال التيران دول داخلين عليك ورافعين عليك المسدس، ربك والحق قلبي وقع في رجلي وقريت عليك الفاتحة. ايه؟ انت ما خفتش يا جدع؟ لا انا ما خفتش وبس، ده انا كنت مرعوب يا جنبوني. انت مرعوب؟ امال يا اخويا ما كانش باين عليك ليه؟ ما هي دي بقى يا جنبوني اول شروط الاجرام، انك تبقى من جوه مرعوب وعصفور مكسور الجناح، لكن اللي باين للناس انك صقر ومستني تهجم على فريستك في اي وقت ومش خايف من الموت. هتلاقي اللي قدامك اتشل تفكيره. هلا ده اذا كان اللي قدامه مش خايف من الموت، يبقى اكيد ما فيش فايده في تخويفه. ساعتها بس يا جنبوني تعرف انك كسبت. يا ابن اللذينة، يعني انت كنت عارف ان انت هتخرج من العملية دي ساق سليم؟ كنت مصدق نفسي يا بونبوني وطاير في السماء. ميشو يا اخي، نفسي ابقى زيك كده وطير في السماء ورفرف كمان. احنا لما تصدق ان عندك جناحين هتقدر. لسه هصدق تاني يا ميشو. لا لا بقى. رد مين ده؟ الو، ايوه مين؟ مين؟ يا سردينة الليله دي. طب خليك معايا خليك معايا. ده الواد سردينة بتاع العزبه، المعلم الششتاوي هيجوز بنته النهارده الصبي من صبيانه، وادى الواد بومبا وباعه بعد ما لهف منه 10 بواكي والشبكه، وعايزك يا ميشو تجيب له حقه. يا سردينة، ميشو هياخد 5 اساتك، استنانا في الميدان واحنا هنجيله. زي ما سمعت بقى، يلا ما طلبلبش، يلا بينا. بقول لك ايه، استنى صحيح انت هتروح له بجد ولا علاقه؟
ومش سردينا ليه حق، يبقى لازم يرجع. يلا ما تستنى يا بيشو انت على طول. طيب قومي في ايه؟ بقول لك ايه، انت هتعمل ايه مع البنت بتاعت البلياردو؟ تبقى شالتش عيله من عليك. ولا حاجه، زيها زي غيرها. افهم بقى يلا، احنا اتخلقنا عشان نتحب مش نحب. وقد لاحظ لومبروزو بعد تشريح جثث عدد كبير من المجرمين الذي تتصف جرائمهم بالعنف والقسوة، وبعد فحصها تبين وجود عيوب في تكوينهم الجسماني وشذوذ في الجمجمة، بالإضافة إلى العصبية الزائدة عن الحد. يا خبر أبيض، دي نفس الصفات بتاعت بابا. طب إيه كمان؟ إيه كمان؟ ومن أبرز الحالات التي درسها حالة لص وقاطع طريق، خطر، قتل أكثر من 20 شخصا، وقتل أولاده، قتل أولاده، قتل أولاده وقطعهم إربا، قطعهم إربا إربا. إيه ده؟ لا 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 لا، أنا عمري ما بابا يعمل معايا كده. إيه ممكن يقتلني؟ يقطعني؟ لا. طب إيه صفاته يا أستاذ المبروز عشان أتأكد؟ عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه، غزارة في شعر الجسم واستعمال اليد اليسرى وضخامة الكفين. انا لازم اتاكد بنفسي، قطعهم اربا اربا. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ واشرب ضيفي معاك. يا بصص كده ليه؟ عدم انتظام وتشابه نصفي الوجه. في حاجه يا انا؟ لا بابا، اصل حضرتك وحشني قوي. وحش لما يلهفك. تعال يا اخويا تسمم معايا بدل ما انت واقف باصصني في اللقمه. حاضر بابا. قعدت بعيد ليه؟ تعال هنا. حاضر بابا. يا ابني هنا. حاضر بابا. هنا ايوه. هو بابا قاعد على حجرك يعني بابا ولا ايه؟ ليه هرضعك ان شاء الله. انا اسف. امسك. غزاره في شعر الجسم واستعمال اليد اليسرى وضخامه الكفين. تاخد حيله ريله. حاضر بابا حبيبي. حاضر. على فكره بابا انا بحبك قوي. يا سلام، من امتى يا اخويا ان شاء الله؟ من حبة، قصدي من النهارده بابا، من زمان قوي قوي. بابا بابا انا عايز حضرتك يعني تعتبرني فاطين سعدك الايمن. بعد اذنك. ايه ده؟ الواد ده اتجنن. اه اكيد اتجنن. ومين فاطين سعدك الايمن ده؟ برضه مش فاهم يا انس. اللي عايز اوصله لك يا ستيشن ان البني ادم مننا ما هو الا مجموعه صور جوه البوم. الصور دي هي مراحل حياته، والالبوم ده هو ذاكرته. في بني ادمين الالبوم ده بالنسبه لهم بيبقى مصدر فخر، لانه بيفكرهم بتاريخهم الناصع الجميل. وفي بني ادمين الالبوم ده بالنسبه لهم بيبقى نقمه، بيبقوا عايزين يحرقوه يدمروه، لانه بيفكرهم بتاريخهم المزري القبيح. فهمت؟ يعني انت حضرتك عايزنا اشتري البوم واحط فيه الصور؟ اشتري ايه؟ ما تركز معايا شويه. السلام عليكم عم انس. ازيك عم ستيشن؟ الله يخليك. ايه بالك يا فطين بيتنا ليه؟ ما هقول لك بعد اذن حضرتك عم ستيشن. عم انس هتقتل، هتقتل، هتقطع اربا اربا. مين ده اللي يقتلك ولا ايه؟ منك وانا موجود. بابا. ايه؟ هو قال لك؟ لا. امال مين اللي قال لك؟ لومبروزو، لومبروزو هو اللي قال لي. تحية والمسا جاية من الكابتن خالد الخباب، ولما نقول الخباب يعني الويلي، الويلي الويلي، بيسبح ويمسي على المعلم الشيشتاوي، المعلم الشيشتاوي صاحب الليل. الليله
وصاحب الليلة، يعني المعلم الششتاوي، يعني كل جار الطيور الروشة، يعني اصحى واصطبح الفرخة بتتذبح، وسلام على طول السلام. ميشو جاي بيصبح ويمسي ويقوم بالواجب، اللي ما يعرفش ميشو يبقى ما عرفش الرجولة ولا نزل مصر. ميشو الحوا يا رجالة جاي علشان يقوم بالواجب، وعلشان يقول لك يا معلم ان سردينا اللي كان هياخد بنتك العروسة جاي ومعايا وبنفس راضية، علشان يقول لك يا معلم ششتاوي ألف مبروك. ومية الورد دي تحية مني يا معلم، وما بتترشش غير للورد. سلام يابا. وطالما قمنا بقى بالواجب يبقى ناخد حقنا. احنا معلم لينا حق عندك. حق؟ حق ايه يا ميشو؟ الواد سردين يا معلم كان ليه عندك 10,000، وكان جايب لبنتك العروسة شبكة ب10,000، هناخدهم ونمشي علشان ليلة بنتك العروسة تكمل. هتكمل يا ميشو، نزلوها رجالة كله مكانه. على فكرة يا معلم ششتاوي، مية الورد اللي اترشت دي مخلوطة ببنزين، وبنزين 80 كمان، علشان تعرف غير يا معلم. وزمان الرجاله كلها بره دلوقتي مرشقه الفرح كله انابيب غاز، يعني لو الولاعه دي وقعت مني من غصب عني يبقى كلنا هنشوف نار جهنم صوت وصوت. ها قلت ايه يا معلم؟ اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبه، وانت يا معلم عندك عزبه. ماشي ماشي يا ميشو. طالما بقى رجال الحق رجع لاصحابه يبقى سلام وتحيه والكل يرقص يا رجاله. لا اصحى الصبح الاقي نفسي متقطع قرف اوضه وكل حته قرف مرميه كده في الشقه. ما تخافش يا فاطينه، ما تخوفنيش معاكم مال. وبعدين كلام لومبروزو ده مجرد نظريه، وفي نظريات تانية غيرها كتير. لا ما هو كل كلمه من اللي قالها تنطبق تيبيكال على بابا وعلى اخويا ميشو كمان. ايه على ميشو؟ ده انا لسه متخانق معاه الصبح، زمانه دلوقتي بيضمر لي الشر جواه. بتقول حاجه عمي؟ لا 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 ما بقولش، انا بقول يعني انه كلام لمبروزو ده ممكن ينطبق على الجد الكبير عبد الحاوي، ما هو كان قطع طريق وعايش في الصحراء وبابا سيد الحاوي حفيده.
يعني اكيد اكيد يا عمي ورث منه كل حاجه. لا 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 بس يعني ما توصلش لحد القتل يعني، بس احتياطين انت بات معايا بعد كده بقى. لا يا عمي ما انا فكرت في كده برضه وقلت بقى ايه، ما هو ممكن بابا ينزل يقوم دبحنا انا وانت كده عمي ويشرب من دمنا. معك حق يا فطيب، انت بات فوق زي العاده عشان كل حاجه تمشي كالمعتاد يعني. ها ولو حسيت باي حاجه فطير ارجوك اديني رنه وانا هتصرف. حاضر يا عمي، وبرضه لو حضرتك يعني حسيت باي خطر او حسيت مثلا ان بابا حب يبدا بحضرتك انت الاول ويذبحك انت الاول ما تترددش يا عمي، يعني اديني رنه على طول. يعني هتعمل ايه يعني يا فطير؟ ادعي لك ادعي لك يا عمي ان ربنا ينجيك وتقدر تهرب منه وتجري منه رهوان. بس انا ارجع بقول برضو انه كلام لامبروزو ده كلام نظري يعني، ابوك يسرق انما يقتل لا. يلا حبيبي يلا حبيبي اطلع اوضتك نام، ها وانسى ان انت قريت لامبروزو الليله دي خالص، مفيش اي حاجه. لا يا عمي ما انا دلوقتي مش هقدر اطلع انا لوحدي عمي، ما تيجي تطلعني. حاضر حاضر حبيبي، عشان اثبت لك بس ان الموضوع عادي خالص ومفيش اي حاجه. يلا اتفضل قدامي. لا ما يصحش، حضرتك اتفضل انت الاول، ده عمي يعني في مام بابا. حاضر يا سيدي حاضر، الامر لله يا منجي يا رب. ايه خايف من ايه؟ خايف قوي. لا لا عمي عمي ما تطلع انت وانا هستناك هنا. اذا كنت انا مطلعك مش حاجه. بالراحه يا عمي. بتعمل ايه في الارض يا عار العيله؟ لا بتعمل ايه يا حيله يا نيله؟ لا بابا كان في حاجه بس وقعت مني. انت حاجه ايه؟ النضاره كانت وقعت مني فانا مش لاقيها. نضاره ايه هذا؟ نضاره ايه؟ ما النضاره على عينيك اهي. صح، يبقى وقعت على عينيا يا بابا. صح وقعت على عينيك يا بابا. خد ياض اقلع جوانتي ده وقول لي ايه رايك في المسدس ده. امسك امسك امسك. خد ياض جبان هيفضل طول عمره جبان. انا ما خلفتش الا الواد ميشو بصراحه. جاي منين يالا؟ نعم يا باشا. لما اكلمك تنزل من على الزفت ده وترد عليا عادل. تحت امرك يا باشا. جاي منين؟ كنت في واجب فرح. قمت معاهم بالواجب؟ ها طبعا يا باشا، ما سبتهمش غير لما عملت معاهم الصح. وبعدين سيادتك عارفني يعني ما بدخلش مكان غير لما بقوم بالواجب. وهم بقى ما عملوش معاك الواجب؟ سيجاره حشيش، سيجارتين بانجو؟ يا باشا حضر الله ما بيني وما بين الكيف. ما الفلوس دي بقى بتاعت ايه؟ سرقتها من مين؟ لا دي فلوس يا باشا. محتاج اي حاجه؟ نعم يروح امك. عادي يا باشا كلنا بنتزنق. ولا اعمل حسابك بيت تحت عين يعني، نفسي بس تفكر تغلط غلطة واحدة. اركب الموتوسيكل بتاعك وروح يلا. بالإذن يا باشا. سلام. خد فلوسك. ما تخلى يا باشا تجيب واحد. اخلص. تصبح على خير يا باشا. تصبح على خير يا حبيبي. تصبح على خير يا عم.
عمي يا عمي عمي خلي بالك من نفسك يا عمي. لا ما تقلقش عليا. نام انت يا فاطيني حبيبي عشان انت عندك مدرسه الصبح. لا يا عم انا مش هيجيلي نوم الا لما اطمن على حضرتك الاول. تموت الاسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تاكله الكلاب. نصيبنا كده بقى يا عمي نصيبنا كده. ما تقلقش عليا انا كنت جندي في الحرب واعرف ازاي اخطط وناور. وانا اعرف ازاي اجري. عمي عشان لا اله الا الله محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك يا عمي. يلا بقى حبيبي عشان مدرستك. يلا نام انت وما تقلقش خالص عليا. مش هيجري والله انا خايف احلم بكوابيس. لا 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 فكر في حاجات جميله. ها حاضر يا عم. جناين ميه حاجات لطيفه ماشي يا عم. شلالات احلم بافلاطون. طيب الله هتنام كويس طبعا. طبعا حبيبي تصبح على خير. انت من الخير يا عم. عم انس خلي بالك من نفسك. طيب حاضر حاضر يلا نام بقى عشان تروح المدرسه. حاضر يا عم. يا رب تقوم. عم انس لا عم انس حبيبي انزل لو سمحت. ليه؟ عايز ادخل شقتي. ليه؟ اصلها وحشتني بقى لي فتره سايبها لوحدها. وسبتها لوحدها ليه؟ كنت بطمن على فاطين. وبعدين هو تحقيق؟ جرى ايه؟ يا ميشو انت نسيت نفسك؟ ده انا عمك برضه. ماشي اتفضل انزل بس تاني مره ما تسيبهاش لوحدها لحسن يبقى في حرامي كده ولا كده يقشطها لك. هو في حراميه ممكن تدخل البيت وانت موجود؟ تصبح على خير يا عمي. انت عمي اول مره مش يقول لي يا عمي بس طالعه من بقه زي العسل. الظاهر مشو ده ما بيجيش غير بالتهزيق. انس وانت من اهله. الحمد لله على السلامة يا بطل. مساء الفل يا عرب. ايه رايح فين؟ ما تيجي تسهر شوية تفرج على البيت شكيرة. هريح مع نفسي شوية. انما انت ايه اللي عملته ده مع المعالي بششتاوي؟ تعرف؟ في حاجة برضو بتخفى عن ابوك. وبعدين انت مالك ومال بتاع الفراخ ده؟ ده حتى مش لايق عليك. انما انت مطلع العدة ليه؟ في عملية جديدة؟ جالي تليفون من فريد بيه التفاصيل هتجيلي بكره. على فكره فريد بيه بيسلم عليك ونفسه يشوفك نفسه تعدي عليه. لما افضاله برضه داخل تنام. تعال بص شاكيرا سخنت قوي. خير يا سمسمت الحلوة. ما
حاضر يا بابا. السلام عليكم استاذ انتيكا. استاذ انتيكا، استاذ انتيكا. اهلا 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 اهلا. صباح الخير. اهلا صباح الخير يا فاطين، مواعيدك دايما دايما مظبوطه. دايما مظبوطه. قول لي بقى ايه اخبار اللوحه اللي انا طلبتها من حضرتك؟ انت عارف انتيكا لو وعد اوفى، وخصوصا معاك انت يا فاطين لنزاهتك وامانتك وخلقك. البعيد كل البعد عن اللي اسمه ميشو. انا مش فاهم انتوا ازاي طلعتوا توأم. غريبة جدا، مع ان اخويا ميشو هو اللي عرفني على حضرتك. هي دي الحاجة الوحيدة الحلوة اللي عملها معايا. لكن انت يا فاطين، انت يا فاطين عامل زي اله الخير، اله الحب والجمال عند الاغريق. ربنا يحفظك يا رب. طب واخويا بقى ميشو؟ ميشو، ميشو ده مثال لعالم الفوضى، عالم العنجهية والعشوائية. بس انا مندهش جدا يا استاذ انتيكا، ازاي يعني فنان عظيم زي حضرتك حابس نفسه وسط اعماله وما بيخليهاش تظهر للناس كده؟ لاني معترض يا فاطين، معترض على ما يحدث خارج هذا العالم. عالمي العالم اصابته حالة انفصام، المعايير اختلت، الفساد طغى طغى وتجبر، حتى الهواء اللي بنتنفسه ملوث ملوث. ما تتخيلش حضرتك انا مبهور بحضرتك قد ايه، بتفاصيلك وبغيرتك على فنك. ربنا يكتر من امثالك. قول لي بقى هي فين اللوحه شايفينها دي يا اولاد؟ هتبقى من نصيب الطالب المثالي بالمدرسه، واللي لازم طبعا ينجح في اختبار بتحب بلدك مصر قد ايه. مصر يا اولاد بلد الاهرامات والنيل، بلد نجيب محفوظ واحمد زويل، بلد عبد الوهاب وام كلثوم وحسن شحاته. ياه مستر فاطين ده قديم قوي. اما حكمة اليوم فهي كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا. فهمني اللي كنت بترغي ورا. والان نقدم لكم فقرات الاذاعة المدرسية اليوم في هذا الصباح المشرق، وهي بالترتيب الاتي: فقرة كلمتين وبس مع الطالب دودي، وفقرة صباح الخير يا مدرسة الغالية الحبيبة، وتقدمها لكم باللغة العربية الطالبة هنا، وباللغة الإنجليزية الطالبة صفا. ونختتم فقرات هذا اليوم الجميل بفقرة أنا من البلد دي التي تقدمها لكم الطالبة رؤى. وكان معكم مستر فاطين سيد حسان، مدرس الدراسات الاجتماعية بمدرسة أبناء الغد الخاصة. شكرا لاستماعكم. اوعى حد يقرب مني، اللي هيقرب مني انا هعرف نفسي من البلكونة. انتوا فاهمين انا مش حرامي، محدش له حاجة عندي. حرامي دخل الشقة علشان يسرق، ولما ظبطوه وراح يمسكوه حاول يرمي نفسه من البلكونة. اللي هيقرب مني هعرف نفسي من البلكونة، انا مش حرامي. اخلص يا تهامي وسلم نفسك بالذوق. لو قربت مني يا صاحبي انا هحدف نفسي من البلكونة، فاهم؟ معلش يا فندم تسمح لي اتكلم معاه؟ معلش اديني فرصة واحدة. اسمعني يا عم توهان، انا مش هسمح حد. انتوا عايزين مني ايه؟ انا عاوزكم تبعدوا عني. حاضر هنسيبك، بس انا عايز اساعدك. عايز تموت نفسك ليه يا عم توهان؟ ما تخافش يا عم توهان، صدقني انا عايز اساعدك. اعتبرني زي بنتك. بنتي؟ انت ما عندكش بنات ولا ايه؟ 4 بنات وثلاث صبيان. وحد يبقى عنده كل البنات والولاد دول يبقى عايز ينتحر ويسيبهم وكمان يخدم ربنا؟ انت ما بتحبهمش ولا ايه؟ ما علشان بحبهم عاوز اموت نفسي، لاني من يوم ما طلعت من السجن محدش عاوز يشغلني، لاني بقيت ارباب سجون
والعيال عاوزين ياكلوا، اجيب لهم منين؟ لحد ما مديت ايدي للناس كلها محدش رحمني، لغايه ما لقيت نفسي مسرق مش عارف اعمل ايه، وكل ما اكلم حد محدش عاوز يصدقني، محدش عاوز يصدقني. انا مصدقاك، انا مصدقاك يا عم تهاني، واوعدك لو سلمت نفسك هقف جنبك وهساعد ولادك كمان. انا وعدتك يا عم تهاني، صدقني. صباح الفل يا باشا. صباح الفل يا سوستر. في واحدة هانم مستنية سعادتك جوا يا كبير. حلو يا جامدة أوي. الله أكبر في عينيك، الله أكبر. ما انا عارف عينيك. اجري بسرعه جهز لي احلى بوكيه ورد بلدي، فاهم؟ احلى بوكيه بسرعه. ماشي بسرعه وانا جاي اهو. يا فتاح يا عليم يا عزيزي يا كريم، ارزقنا يا رب على الصبح. مين؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. انا كمان بقول ايه فازة الفل اللي قاعده في المحل وريحتها هل عليا وانا بره. صباح الخير يا سيد بيه. نعم نعم يا حبيبي نعم. بقول صباح الخير يا سيد بيه. وربنا وربنا احلى سيد بيه سمعتها في حياتي. فريد بيه الجندي بعت لك الظرف ده في كل حاجه عن العمليه الجديده. تمام ان شاء الله هتبقى اطعم وارق عمليه عملتها في حياتي. اجيب عناب؟ لا مش هينفع، عندي ابوينتمنتس كتير قوي النهارده، وبعدين السواق وصل بره ولازم اخرج حاجة. الف سلامه عشانك يا جميل. جالك منين الابونتوس ده؟ مواعيد يعني. اه مواعيد يعني ابونتوس مواعيد. هات يا بكل ورده كبير. هات انا اللي هوصله بنفسي الهرم في العربيه. اتفضلي يعني. المفروض ان انا زبونه عاديه زي اي حد. انت بتعمل كده مع كل الزباين؟ ما فاشر. خلاص يبقى سوستا هو اللي هيوصل. كلامك ماشي يا قمر. يلا يا سوسة وصل بوكيه ده للهرم في لغاية العربية. باي باي يا سيد بيه. باي باي. غلط اللي عملتيه مع المجرم تهامي ده، غلط. هو ايه الغلط يا فندم؟ ممكن افهم؟ ازاي تقنعي اصحاب الشقة اللي كان داخل يسرقها يتنازلوا عن المحضر؟ لا مش كده وبس، ده انت كمان قعدتي معاه وتسمعي له. لاني لو ما عملتش كده هبقى كدابة، لاني وعدته اني اساعده وكان هيفقد الثقة فيا وفي كل حاجة تانية. ما يفقد الثقة ولا يتحرق، ده حرامي مجرم. وبعدين يعني انت فاكره الثقه اللي اديتها له دي هي اللي هتغيره وتخليه بني ادم جديد؟ وليه لا؟ انا مش فاهم بس انت واخده الموضوع ببساطه كده ليه؟ حضرتك اللي مصعبه يا فندم. انا مش مصعبه، انا بنفذ القانون. واحد اتمسك متلبس وهو بيسرق يبقى حرامي ومكانه السجن. امال يا فندم فين روح القانون؟ مش الاول نعرف ظروفه ايه عشان نعرف عمل كده ليه؟ تاني هتقولي لي ظروف؟ لو كنت فاكره ان الفيلم اللي سمعتيه منه ده انا مصدق منه حرف واحد. على العموم يا فندم انا بدات فعلا اجمع معلومات عنه، وبنفسي هروح السجن عشان اشوف الملف بتاعه واعرف ظروف اسرته. برضه غلط، وبكره تصدقي كلامي. وبعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه، قبل ما تدوري في ظروف المجرم وتشوفي هو عمل كده ليه، فكري في المجني عليهم وازاي المجرم اللي انت بتدافعي عنه ده
اتسبب في ترويعهم، وهو اصلا داخل ياخد منهم حاجه مش بتاعته وغصب عنهم. ولا دول مش من حقنا حمايتهم؟ صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. يعني ما بعتش قادره بقى، انت تنزل وتريحني. طالما انك تعبانه قوي كده ما كنتش نزلت النهارده من البيت. لا يا حبيبتي، بقيت كويسه خلاص. ربنا يقولك بالسلامه يا مس فوزيه. متشكره قوي قوي يا مس مرضى، والله كلك ذوق ورقه، تستحقي فعلا تكوني مدرسه موسيقى. محمد علي الكبير قام ببناء الجيش المصري الحديث والاسطول البحري القوي، وانشأ المدرسه الحربيه، وانشأ القناطر الخيريه، وكان يا اولاد عهد محمد علي من ازهى العصور في مصر. هو استاذ فاطين ده ايه؟ ما يعرفش يشرح بهدوء ابدا. اتس اوفر. هو في زي الاستاذ فاطين ولا احترام الاستاذ فاطين؟ راجل عنده ضمير وبيحب شغله وبيعمله على اكمل وجه، يكفي ان هو ما بيديش دروس خصوصيه. معك حق يا مس فوزيه، مستر فاطين ده انسان مخلص وحساس ورقيق قوي 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 يا حبيبتي. عندي حصه عن اذنكم. وانا كمان. صباح الخير يا استاذ سعاد. صباح الخير. جود مورنينج. جود مورنينج. استاذه فوزيه، هما مالهم؟ هما كده على طول. اقعد يا استاذ فاطين. ما هذا الذي ترتديه بالله عليك؟ اصل انا كان عندي النهارده حصه عن محمد علي الكبير، ولقيت الاولاد بتستوعب قوي بالطريقه دي، والطريقه دي جايبه نتيجه هايله معاهم. قلت الله، ايه المانع ان الواحد يقرب لهم العصر اللي بنتكلم عنه؟ فاطين تعال، عايزاك. لم يا حبيبتي. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ عجبك مش كده؟ قوي. ممكن اعرف بقى انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل ايه؟ ايه يا لمياء؟ هنا ما عنديش حصص يعني، وبعدين هنا غرفة المدرسين والمدرسات. يبقى يا حبيبي تقعد لوحدك، لوحدك خالص. فهمني ولا لا؟ لا فاهم. جبت فلوس الجمعية؟ اتصرفت فيهم من عند عم انس اهم. هات. ها، نتقابل بقى النهاردة بعد المدرسة علشان نروح الهرم؟ ان شاء الله بعد المدرسة نبقى نكرر. اتفقنا، بس ما تتأخريش يا لمياء. استاذة فوزية، ما قلتليش بقى ايه رأيك؟ فكرة جديدة قوي قوي يا مستر فاطين، وكمان فيها ابتكار للتلاميذ. ولسه هما شافوا حاجة، ده انا ان شاء الله بقى ناوي اتطور اكتر علشان التلاميذ تفهم وتستوعب اكتر واكتر. احمس الاول هو محرر مصر وطارد الهكسوس ومؤسس الاسرة 18، وهي اعظم الاسر الحاكمة في مصر. ولو اتكلمنا يا اولاد عن اصله، فهو ابن الملك ثقة رعد أول، وابن الملكة عاحتب، وأخو الملك كاموس، آخر ملوك الأسرة 17. وهو في سن العاشرة، أدكم كده يا أولاد، تولى الحكم بعد وفاة والده وأخيه. يعني كان زئرد أدكم كده يا أولاد، لكنه كان قوي. شفتم بقى يا أولاد عظمة الفراعنة؟ الأستاذة لميس، أهلاً وسهلاً يا أستاذة لميس. قيام يا أولاد. الأستاذة لميس بنت الملكة، أقصد موجهة مادة الدراسات الاجتماعية يا أولاد. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. شكراً يا أستاذ فاطين، كمل الدرس حضرتك، استرسل. جلوس. ولما وصل أحمس الأول الهمام سن 19 من عمره، قاد الجيش وطرد الهكسوس حتى وصلوا إلى أواريس عاصمة الهكسوس، وهزمهم شر هزيمة، وطاردهم حتى وصلوا إلى فلسطين، وحاصرهم في حصن شاروهين، ولن يظهر أحد من الهكسوس في التاريخ حتى الآن. هذا هو أحمس الأول، محرر مصر وطارد الهكسوس.
اهلا وسهلا يا فندم. اتفضلي يا فندم، نورت المدرسه. حاجه عظيمه جدا والله يا استاذ فاطين. انا مش مصدقه اللي شفته ده خالص. مش ممكن في مدرس فلته زي حضرتك كده، مبتكر ومتفاني ومحب للماده، ودايما كده بتقدمها بطريقه سلسه للتلاميذ. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يحفظك. يعني انا متشكر جدا جدا، وانا هحاول ان ابذل اقصى ما في وسعي حتى يستفيد التلاميذ. انا بس اللي هيقف قصادي مشكله بسيطه. ايه؟ شخصيه الملكه نفرتيتي. مش ممكن كمان خفيف الظل يا استاذي العزيز. حضرتك هتبقى نبراس، مثل هيحتذي بيه كل المدرسين. ربنا يبارك لك يا فندم. انت من الرواد يا فاطين. ربنا يبارك لك يا فندم. تهنئتي للمره الثانيه. شكرا جدا يا فندم. السلام عليكم حبيبي. الف الف سلامه يا فندم، نورت والله العظيم. انت كوبايه شاي كان كده. الله يخليك، ميرسي. انت من النبراس. الحمد لله كلهم بيحسدوك يا فطنطن على فطنتك. الحمد لله رب العالمين، شغال وزي الفل. ما مالك شغال، فرعوني شغال، كله شغال الحمد لله ربنا. ايه ده؟ الهدوم فين؟ الهدوم فين بتاعتي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ الهدوم. اه لعنة الفراعنة صابتك اهي. بعد كده سوزي هانم دي مشيت بعد ما اديت له الظرف. وعارفين بقى ده معناه ايه؟ هترد اوفف. عارفين ده معناه ايه؟ ده كيميا. معناه ايه يا كبير؟ معناه ان شيكو مدريد خلاص فردت كاوتش وفرقعوها. معناه ان فريد بيه خلاص شايفني ما عدليش اي لازمه خلاص. عشان كده بعت العمليه الجديده بتاع الشهر ده لسيد الحاوي. عارفين ليه؟ ما ترد يا برشام. ليه يا كبير؟ عشان سيد الحاوي عنده ميشو. عارفين ميشو طبعا اللي بيخلص وبينهي كل حاجه. وانا عندي قفه رجاله ياكلوا ويشربوا متنحين متنحين كده. اهو بصوني كده ليه؟ بصوني كده ليه؟ بس انا برضه مش هسيبك تتهنى. مش هسيبك يا ميشو. واذا كنت انت ميشو الحاوي فانا بقى شيكو الساحر. أمرنا يا كبير نبلغ البوليس المرة اللي فاتت. حمار وغبي. رياض الحكاية دي محتاجة تخطيط وتظبيط. يعني محتاجة دماغ أنا. دماغ أنا. روح ظبط لي حاجة مع السياح. حاضر. شوف أنا ولا أنت يا ميشو. والحاج راح فين يا سيستر؟ بعد ما جات له الست سوزي هانم اتصل ببنبوني وأبويا ستيشن وبعد كده خرج. طب والشغل ايه اخباره؟ مبسوط يا ميشو. بس نفسي يا ميشو بقى تديني الفرصه تاخدني معاك في عمليه. نفسي اطلع معاك طالعه يا ميشو عشان افرح ابويا ستيشن ويعرف انه خلف راجل. هيحصل هيحصل يا سوستا، بس كل حاجه في اوانها. انت عارف يا سوستا ايه ده؟ منصور المخبر اللي بيعمل ايه ده؟ نطلع اشوفه. حاجة ميشو؟ لا خليكوا. يا منصور. ايه ميشو؟ ايوه ميشو. ازيك يا ميشو؟ ازيك يا منصور عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت جاي تاخد ورد الباشا مش كده؟ لا يا ميشو لا. اه يعني انا متراقب. معلش بقى اوامر الباشا فؤاد هنعمل ايه؟ لا ما تعملش حاجة. انا تحت امر الباشا فؤاد. يلا بقى منصور ادخل اشرب لك اي حاجه. ما ينفعش يا ميشو. عصير قصب جوه حلو. شكرا يا ميشو. تبلغهم على السريع. الله يكرمك يا ميشو. ليه بس؟ ما ينفعش يا ميشو. اطلع يا ابني. لمياء يا حبيبتي. ايه لمياء؟ 15 مره رن لك عشان تكلميني وبرضه مش فاهمه. لا يا ستي، اصل انا الهدوم بتاعتي اتسرقت فقلت بقى يعني اقعد شويه هنا في المدرسه يعني وبعدين ابقى اروح. لمياء الو. يا ربي ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يعني ده وقت الشحن يخلص. يا ربي بقى لمياء تفهم بقى كده وتكلمني هي بقى. أكيد الأولاد الأشياء هم اللي سرقوا اللبس بتاعي علشان يشوفوني كده خارج من المدرسة وأنا في رحوني. لكن لأ لأ، مش أنا اللي يتريقوا عليا، مش الأستاذ فطين. لن أنولهم هدفهم.
ايوه انا هقعد هنا فوق السطوح لحد ما اليوم الدراسي يخلص على مهله وبعدين ابقى اروح. معلش بقى يا حضره الملك احمس، قاعد فوق السطوح كده مع انك كنت من شويه بتطرد الهكسوس. ايه البرد ده؟ بس القعده دي في الجو ده باللبس ده اكدوا لي ان الفراعنه كانوا عظماء عظماء، لانهم كانوا بيتحملوا البرد وهم باللبس ده. يا رب افرجها بقى من عندك يا رب. ما تفرجهاش اكتر من كده. الله، صعبان عليا نفسي قوي لم يا حبيبتي، تعبت قوي لحد ما وصلت هنا. خد، انت بهدلت الملك احمس معاك. كلفت نفسك، كلفت نفسك. انا هروح اعمل لكم شاي. ماشي، انا محتاج له قوي يا عمي. اتفضل يا عمي. هو انت لازم وانت بتديهم الدرس تلبس لهم اللبس الفرعوني بتاعك ده؟ ده مش اي درس يا لمياء، مش اي درس، ده درس عن الملك احمس. الملك احمس ده، الله، الملك احمس شخصيه قياديه مصريه فرعونيه عظيمه. انت عارف يا لمياء الملك احمس ده عمل ايه في مصر الفرعونيه؟ ده هو ده إيه؟ هو ايه؟ انت لسه فيك نفس تحكي؟ يا اخي ارحمني، انا قلت لك 100,000 مره طول ما انت قاعد معايا انسى التاريخ ده خالص، انساه وبلاش المثاليه زياده عن اللزوم دي عشان ما تتقلبش على دماغك. الله. اصل كلامياء يا حبيبتي، ما شفتيش الموجهه الاستاذه لميس كانت منبهرة ومفتخرة بأدائي قد إيه وأنا بشرح للتلاميذ الحصة. أنت عارفة يا لمياء، رشحتني لجائزة المدرس المثالي. يا فرحتي بالمدرس المثالي وأنت متخشب كده، زمايلك كلهم ركبوا عربيات وجابوا شقق من الدروس الخصوصية وأنت قاعد زي ما أنت. يا لمياء، يا لمياء، دي كماليات يا حبيبتي. طب ما أنت أهو مدرسة وبرضو ما بتديش دروس خصوصية. لأني يا أفندي أنا مدرسة ألعاب. يعني أنت يا لمياء يا حبيبتي لو كنت مدرسة مادة تانية كنت هتدي دروس خصوصية؟ أيوة كنت هدي دروس خصوصية. الشاي يا أولاد، إيه مالكم أنتم متخانقين ولا إيه؟ أبدا يا عم أنس، عن إذنكم أصل أنا لازم أمشي، مش قادرة أستحمل أكتر من كده. استني لمياء، استني قبل ما تمشي. والنبي عم أنس، خد لنا صورة كده أنا ولمياء حبيبتي وأنا ملك أحمس. والله فكرة. دي العمارة اللي فيها الشركة، زي ما انتوا شايفين في سيكيورتي على الباب ما بيفوتش النملة. الشركة دي في الدور الثالث والرابع، وعشان متشمعة عليها حراسة كمان من البوليس. المطلوب ملف أصفر في مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة. والخطة يا سيد؟ العملية دي لازم تتم بالنهار لأن السيكيورتي بيقفل الباب بعد الساعة 12 بالليل وملهاش منفذ تاني ندخل منه. إيه خطة الدخول؟ كل شيء مدروس يا ميشو ومعمول حسابه. دي عربية شركة الغاز اللي تابعة للمنطقة دي، وده بتاع شركة الغاز. احنا هندخل من باب العمارة على اننا من شركة الغاز. طب وال وموني العربية اللي هنركبها جاهزة يا معلم ومفتاحها اهو. ستيشن. والملابس اللي هنلبسها كمان جاهزة وعليها لوجو الشركة كمان. طب وهندخل الشركة ازاي والحراسة اللي موجودة على الباب؟ سؤال جميل يا بيشو. في شقة واحدة فاضية في العمارة دي في الدور السابع، صحابها مسافرين وجايين بعد بكره. احنا هندخل على الشقه دي ومنها هتنزل انت يا ميشو على الشركه تجيب لنا الملف. اصحاب الشقه اللي هندخلها
مسافرين وراجعين بعد بكره، يعني لازم العمليه تتم بكره الصبح. ملهاش حل تاني. بس كده مش هينفع ابقى معاكم في العمليه دي، شوفوا حد غيري. معقول؟ ايه اللي بتقوله ده يا ميشو؟ مفيش حد غيرك ينفع يدخل الشركه. طب والظابط فؤاد اللي في كل حته ده مستنيه الواقعه، وانا مش هسلمه نفسي ببلاش كده. بصوا بقى عشان ننهي، انتوا تشوفوا حد غير العمليه دي، يا اما تستنوا لحد ما فؤاد ده ونهدى شويه عليا. بس انا بقى عايز اتغير يا دكتوره. اوكي يا ميشو، بس التغيير ده مش هيجي في يوم وليله، لازم تمر بعده مراحل الاول. نمر ما نمرش ليه يعني؟ قولي لي بس امر ازاي وانا امر فريره. المرحله الاولى لازم ننقي الذهن، يعني تتخلص من كل الافكار الاجراميه اللي فيه، وبعدين نبتدي نهيئ العقل لاستقبال افكار جديده. نستقبل افكار جديده وننقي الذهن ايه بقى؟ اقعد جنب تكييف ولا اشرب فوار على الريق؟ لا، تسمع مزيكا بس تبقى هاديه. دي سهله قوي يا دكتور. ازاي بقى استقبل الافكار الجديده؟ بالقرايه وبالحوار مع انسان انت بتثق فيه. هو انت مش بتقول ان اخوك بيحبك قوي 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 يا دكتور؟ هو في زي فطين اخويا ده؟ حضرتك لو شفتيه، تخيلي حضرتك لبس ملابس احمص في عز البرد علشان يوصل افكاره. يبقى اكيد الحوار معاه هيبقى مجدي ومثمر جدا. يبقى المرحله الاولى الحوار والموسيقى. على التليفون بقى كنا هننفذ ولا لا؟ ماشي يا معلم، يلا يا ابني. يلا يا ابني. بقولك يا كبير، ما تسيب لنا الفرصه دي وانا وحياتك عندي لشرفك. ما قلنا على التليفون بقى. ما قال على تليفون، هنستخبى. استنوا. هادي الموسيقى وهادي الحوار. نبدأ بمين بقى الأول؟ نبدأ بمين؟ نبدأ ببابا الأول. حبيبي مساء الخير يا أحلى بابا في الدنيا. أنا غير متاح حاليا. بص يا بابا، انا مش هاخد من وقتك كتير خالص. انا كل اللي انا عايزه منك انك تنقي ذهنك وتسمع المزيكا الجميله. الله، مشغول يا قلبي هنا. بص يا ميشو، انا مش هاخد من وقتك كتير. انا كل اللي انا عايزه منك يا حبيبي انك تسمع الموسيقى الجميله دي وتنقي ذهنك، وانا هسمعها معاك. ده حتى لسه بابا سامعها وعجبته قوي قوي. الله، قد ايه الموسيقى دي فعلا فعلا بتنقي الذهن. وانا حاسس دلوقتي يا ميشو انك بقيت علشان كده بقى ممكن نبدا الحوار. انا عارف ان سلوكك الاجرامي مش نابع من جواك، انما نابع من البيئة اللي انت عشت فيها. ابوك بسم الله ما شاء الله حرامي، وانت متربي معاه طول عمرك، فطلعت حرامي زيه. من شابه اباه فما ظلم. علشان كده دلوقتي يا ميشو انا عايزك تبوح ليا بكل اللي جواك. ها؟ بوح وانا كلي اذان صاغية. اتكلم. وصدقني
صدقني انا حاسس بكل اللي انت هتقول، المهم عندي انك تفرغ اللي جواك، وده اول الطريق السليم. تقدر تتفضل. انا سامع. خد الباب في ايدك. خد الباب. ايه مشو بتقول ايه؟ خد الباب في ايدك. ايوه مشو، ما احنا نبتدي الحوار. بقول لك خد الباب في ايدك. ما تزقش يا مشو. طيب ما تزقش، ما تزقش يا اخي، ما تزقش. قفلت على رجلي، قفلت على رجلي. ايه الغلب ده يا ربي؟ والله فكره. ما تبص يا عيني. ايه الغلب ده يا ربي؟ يعني هو بالعافيه يعني يا بابا؟ بالعافيه. في مانع؟ هو بقى على ما اظن بقى حسب القوانين الانسانيه من بدء الخليقه ان ابدي رايي. طبعا من حقك تبدي رايك، بس اظن انا كمان من حقي ابدي رايي. من حقك؟ ايه رايك؟ لا 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 يا بابا. لا انا مش عايز ابدي، مش عايز ابدي، مش عايز ابدي، خلاص خلاص. اعدل نفسك وافرد جسمك. اه يا بابا افرد افرد. ايه النضاره اللي انت لابسها دي؟ حاضر يا بابا حاضر. ونازل انت كمان بقى دي بقى. امسك. حاضر. في بقك. حاضر اهو. عجل اولها كده. ايوه كده. ما انت كح هتموت من اولها. امسك الموطه دي. سلام. انت هتبقى ميشو. بقول لك ايه بقى، على ما اظن ان انا مدرس دراسات محترم. ها وبعدين ما دام انت شملول قوي، وافرد ظهرك وشيل النضاره وقضي رايك وبتاع. ما تنزل انت، ما تنزل انت يا بابا، انزل انت. قضي رايي. لا لا لا، فين فين المطر؟ ماشي هنزل انا، بس انت بقى فطين روح معاهم العمليه. فين المطر اللي هشيلها دي؟ لا خلاص احسن تعور نفسك. ركز معايا، انت هتخلي المراقبه وراك انت على طول، وما ترجعش هنا الا لما النهار يطلع. مفهوم يا حيله يا نيله؟ مفهوم يا بابا، مفهوم. اتفضل انزل. ايه حرق ابوك اسود، انت رايح فين؟ النضاره، النضاره. طب اوعى تلبسها. حاضر احطها في جيبي. احطها. طب اتفضل. الباب من هنا. ماشي. الباب من هنا. ماشي. ايه الغلب ده يا ربي؟ هو نزل. تمشي ياض، وقفت ليه؟ اتحرك. يخرب بيتك ده، بينه بيشاور للمخبر. انا قلت لك يا سيد فطين ده ما ينفعش. بس خلاص اتحرك، اتحرك اهو. يلا بينا احنا بقى نجهز قبل ما يرجع. وانا جاهز. انا خلاص تعبت وصدعت من غير النضاره. لا هلبسها بقى واللي يحصل يحصل. لا يا فطين، لحسن المخبر يعرف ان انت مش ميشو، ولو جه سالني هقول له الصراحه، ولو عرف الصراحه ساعتها اكيد اكيد المخبر هيروح يقول لبابا. مش مهم، هانت كلها ساعة، والنهار إن شاء الله هيطلع، وساعتها هشوف كويس قوي. إيه الساعة دي؟ مين؟ المخبر؟ لا 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 لا، افتحوا افتحوا كده غلط، كده غلط. إيه ده؟ إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ أنا دلوقتي بقى ممكن أفهم أنتوا عايزين مني إيه؟ أنت هتعملهم عليا يا ميشو؟ اعمل عليك ايه بس يا معلم؟ ما يصحش الكلام ده. حضرتك يا معلم فاهم غلط، انا مش ميشو. ال 20,000 جنيه بتوعي يرجعوا لي، ده غير بقى يا حلو 10,000 جنيه تانيين حق التثبيته بتاعت فرح بنتي، يبقوا 30,000 يرجعوا لي. ما رجعوش شوف انا عامل فيك ايه. حضرتك ايه اللي هيجرى لي؟ احب اعرف يعني لو سمحت. اقول لك بقى ايه اللي هيجرى لك. انا هتبحك زي الفراخ دي، شايف الفراخ دي؟ أيه. هتبحك زي الفراخ دي. ايه يا معلم، ايه يا معلم، هتذبحني زي دي؟ بقول لك هتبحك زي الفراخ. طب ماما حضرتك والله العظيم يا معلم مش شتوى. حضرتك فاهم غلط، انا مش قلت لحضرتك انا مش ميشو. انا بص لحظه واحده،
لحظة واحدة اهو. حضرتك انا فاطين سيد حسان مدرس الدراسات والله. خدوه وظبطوه والتفوا ريشه. لا انا اعترض وبشدة. ريش مين يا معلم اللي هيتنتف؟ محدش يقدر يمد ايده عليا. حضرتك هتضرب؟ اه. طب ثانية واحدة، ممكن تنزل ايدك؟ تقدر تتفرج. تاني يا حضرة الظابط، تاني هتقولي لي تهامي؟ صدقني يا فندم انا رحت بيته وشفت عيلته واتاكدت من كل ساره. ما تنسيش انك ظابط شرطه مش اخصائيه اجتماعيه. مش ناسي يا فندم، بس حضرتك لو رحت بيته وشفت عيلته هتحس بنفس اللي انا حاسه بيه. وانا مش هروح طبعا، ده مش دوري. ادخل. تمام يا فندم. يا منصور في جديد؟ انا فضلت مراقب البيت يا فندم لحد ما نزل ميشو قبل الفجر بشويه، فضل ماشي على الكورنيش ومشيت انا وراه، لما حسيت انه شافني التفت بعيد عنه عشان ما يحسش بيا، وفجاه كان فص ملح وداب. قلت لك ركز شويه يا اخي، اكيد بيعمل مصيبه دلوقتي. اي امر تاني يا فندم؟ لا اتفضل. برضه هتقع تحت ايدي. هو مين ده يا فندم؟ عمل يفس عملتها في 12 دقيقة 22 ثانية و5 فلتو بالثانية. اكسر الرقم ده. ماشي يا سيدي. انت بس سكت الستيشن، مش خلصت من فاطين يطلع لنا ستيشن. انت يا معلم ششتاوي. يا معلم. يا فرارج انت. انا والله العظيم فاطين مدرس الدراسات. افتح. ارجوك. احب على ايديك لو سمحت خرجني من هنا، انا عندي ساعة مدرسية ابوس ايدك. ده الغلب ده يا ربي. الله يخرب بيتك يا معلم، الله يخرب بيتك. طب حد اتصل بميش؟ حد اتصل ببابا؟ طيب انا كان اتفاقي معاهم ان ارجع لهم الصبح، دلوقتي انا اتاخرت ودي مخالفه للاتفاق. يا رب يا رب خلصني بقى من اللي انا في ايه ده يا رب. يا رب سكت الفراخ دي لحسن انا صدعت خلاص. لا حول الله يا ربي. خدي 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 خدي. لا حول الله يا ربي، تلاقيكي ميتة من الجوع زي حالاتي. خدي يا حبيبتي خدي. الله يمسكي بالخير يا سمسمة. ده أحلى خبر سمعته في حياتي أنا. متأكد؟ إيه اللي متأكد يا معلم؟ مش دلوقتي محبوس عند المعلم ششتاوي ومطلوب فيه 30,000 جنيه عشان يسيبه. مش خسارة فيك يا معلم ششتاوي.
بس يجي ميشو ويترمي تحت رجلي هنا واعمل له احلى عيد ميلاد. ولا برشامه امرنا كبير. تعال احلى تورتايه واحلى شويه شمع ترصوا جوه التورتايه وتاخد ال 30,000 تروح تديهم للمعلم ششتاوي وتستلم ميشو وتجيبه لي هنا في اقل من 10 دقايق يعني وان اور. مش كتير عليه يا معلم. مش فاهمك انت يا حمار. ده انا مستعد ادفع نص عمري كله واجيب ميشو هنا تحت رجلي ونطفي الشمع سوا واعمل فيه زي ما عمل فيا سعيد. ما تقلقش يا ميشو اي حاجه هشد السلك مرتين. يلا جود لك. على مهلك على مهلك على مهلك. بقول لك ايه؟ اعمل لي فنجان قهوه على ما ميشو خلص. لا 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 ايه ده؟ امانه يا كبير. احلى حاجه في الدنيا. يا الف اهلا وسهلا. يا مرحبا. ده هيبقى احلى واجمل احتفال في التاريخ. ولا بسمك. سجل التاريخ ده من النهارده. ده عيد قومي للهنجر. يعني كل سنه في اجازه رسميه. تمام يا كبرنا. كويس انك جيت عشان تحتفل معانا بالعيد القومي ده وتطفي معانا الشامع. طمني ايه الاخبار يا لؤي؟ العمليه اللي هيقوم بيها ميشو وسيد الحاوي طلعت في عماره في الزمالك. شفتوا؟ يبقى وريني سيد الحاوي بقى هيقوم بالعمليه دي ازاي؟ وفات الشاشه الاول بتاعه تحت رجليا. اعمل لي فيها رينجو. ما ميشو معاه هناك يا كبير. انا شايفهم بعناية دول هم داخلين عماره في الزمالك. مال مين اللي معاه في الشوال ده؟ معرفش. انا فاطين. الاستاذ فاطين يا شيكو. ما تنساش نفسك. انا ايه يا راجل من رجالتك الاوفف دول؟ ولا انت بتطلع لهم مني. عايز مني ايه؟ حضرتك انا ما طلعتش لحد من حته. ده انتوا اللي جيتوا برضاكم وخدتوني بالغصب من عني. وانا بأحذرك يا شيكو وبأعلنها صريحه مدويه اني مش هسكت. انا اعترض وبشده. اسمعت بس نروح المدرسه. اخرس اخرس. انا ياما قلت لك قبل كده 100,000 مره. وانا انا ادفع فيك انت 30,000 جنيه. انت ما تسويش 30 سنه. لا يا حلو. انا اسوأ واسوأ اكتر بكتير جدا من 30,000 جنيه دول. بس انت اللي مش واخد بالك. انا مدرس دراسات محترم. يعني قفل المعلم وفيه التبجيله كاد المعلم يكون رسولا. علقوه. يعلقوا مين حضرتك؟ ميشو سيد الحاوي؟ فين؟ فين في الزمالك؟ مين اللي بيتكلم؟ اعتبرني يا باشا واحد مفقوع منه زي ما سعادتك مفقوع منه بالظبط. ونفسه يتشفى فيه زي ما سعادتك نفسك تتشفى فيه. عجبتك يا معلم؟ اه مش بطل. اسكت اسكت الستيشن. يعني حلوه؟ قلت مش بطاله. واخرس بقى. يعني عجبتك القهوه يا معلم؟ ايوه.
عجبتني يا ستيشن. تحب اغنيها لك يا ستيشن؟ القهوه عجبتني يا ستيشن. اه القهوه عجبتني. اخرس خالص. صباح الخير يا هاني. هو في حاجة عند مدام مديحة ولا ايه؟ لا دي مشكلة بسيطة في الغاز بس احنا هنصلحها. امال هي فين؟ هي اصلا مش موجودة. مش موجودة؟ امال دخلت هنا ازاي؟ ما لمؤاخذة سايبالنا المفتاح مع الامن. يلا يا فندم. ما سابتش معايا مفاتيح. طيب انا هطلع اشوف بنفسي. طلع الهدوم بالشنطه بسرعه. انزل يا نهار اسود. ايه ظابط فؤاد اللي جابه هنا؟ يبقى كده العملية بيخ باظت. رايح جاي مش عارف افهم منك حاجه. لا 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 انا قلبي مش مطمن عم انس. العمليه كده شكلها باظت. انا راح اطمن عليهم. استنى هنا. مش فاهمني الاول عمليه ايه وفاطين ليه علاقه بيها؟ يا عم انس العمليه دي اللي المعلم سيد الحاوي بيخطط لها بتاعت الشهر ده عشان نعملها وشكلها كده باظت. احسن انها باظت. يا رب كل العمليات تبوظ عشان يبطلوا ونستريح بقى. انا اللي مش هستريح طول عمري يا عم انس. ليه كل ده؟ عشان العمليه باظت؟ لا عشان هربت وكنت جبان وخواف. يعني هربت من المعركه؟ اكتر اكتر يا عم انس. انت عارف لو حصل حاجه للمعلم سيد او لميشو او حتى مش هقدر اسامح نفسي، لان ساعتها في احتمال كبير قوي ان اتوب وايدي دي مش هتتمد للحرام تاني. ما ان شاء الله تتقطع ايدك ولا رقبتك كمان. انا مالي انا؟ ايه علاقتي باللي انت بتقوله ده؟ انا ليا فطين وديتوه فين يا عم انس؟ افهمني، فطين احنا استخدمناه كتمويه عشان ميشو يقدر يزوق من المراقبه اللي عليه ويطلع معانا العمليه دي. كايه؟ كتمويه؟ خلاص بقى فطين الحيطه المايله بتاعتكو. عم انس من الاخر كده عشان تستريح، المعلم سيد هو اللي عمل كده. طب انا ليا تصريف مع سيد بس لما يجي. ده اذا جه
لو جاي. المهم فاطين، فاطين فين؟ فاطين اتأخر قوي، ده عمره ما عملها. انت عارف لو فاطين ابني جراله حاجة مش هيكفيني لا انت ولا معلمك ولا اي حد. ايوه على ايدك الشمال ورك بس كده، بس هنا يا برشام. شكرا رجال، شاكرين قوي. تعالوا بقى نزلوني، شاكرين قوي رجال والله. مش عارف اودي جمايلكم دي فين. ايوه مع السلامه رجاله، الف شكر على التوصيله. مش وقت بابا، مش وقت بابا خالص. فكيني فكيني يا جعيدي قبل ما حد شافني. قول يا استاذ فاطين، مين اللي عمل فيك كده ومين ولاد الفرطوس دول؟ مش وقت اسئله يا جعيدي، ما تنشفش ليا اكتر ما انا شفان. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ حد يشوفني؟ بقول لك يا جعيدي خلي الشوال ده عندك. ليه؟ احتمال اروح فيه. خير. صباح الخير. صباح الخير يا مستر فاتين، ايه الجو الجديد ده؟ والله العظيم ثلاثة بن غصب عني. بالعكس ده شيك قوي قوي عليك يا مستر فاتين. بعد اذنكم عندي حصه. اتفضلي يا استاذه سعاد. افتقدناك النهارده في الاذاعه. متشكر جدا يا استاذه مروه، لكن انا كل ثقه في اولادي فريق الاذاعه المدرسيه ان هم هيقوموا بالمطلوب منهم. فعلا ده كانك كنت موجود بالظبط. كلنا بنحبك قوي قوي يا مستر فاتين. وانا كمان بحبهم قوي 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 وبوصيهم دايما بالحب. الحب ده يا استاذه مروه هو اللي بيخلي البني ادم يحس ان هو عايش وقادر على العطاء. كلامك كله كله مظبوط يا مستر فاتين. ايه ده؟ انت متعور ولا ايه؟ ايوه ما هو ده برضه من الحب، بس حب الازم. منهم لله الششتاوي وشيخ مدريد فيهم واحد يا رب. لا ده لازم يتطهر دلوقتي حالا. ثانيه واحده. متشكر قوي لذوقك ورقتك يا استاذه مروه. يا قد ايه انسانه رقيقه وحساسه زيك تستاهل انسان رقيق وحساس برضه. ميرسي قوي قوي يا مستر فاتين، انت بس عشان كلك ذوق ورقه واحساس. يا ريت بقى يا استاذه مروه تسمعيني الاغنيه اللي انت هتقدميها مع الاولاد في الحفله اللي جايه. حاضر، اوعدك اول ما اخلصها تبقى انت اول واحد تسمعها. يا حبيبتي وليه؟ ما تسمعها لنا دلوقتي احسن. لمياء والله فكره، اهو الواحد ينسى اللي اتعمل فيه الليله دي. بعد اذنكم. ليه يا حبيبتي مستعجله؟ ليه ما تخليكي شويه؟ لمياء اسكتي، مش انا اتخطفت مرتين؟ احسن تالته يا رب. ايه ده يا حبيبي؟ لابس طقم جديد ومروش نفسك؟ ما قلت لا ميرسي على ذوقك وحنيتك ورقتك. وانا تلبس لي قميص وشرز وعامل لي فيها عماد حمدي ومسبسب لي شعرك وتقعد تكلمني على الاهرامات وعلى ابو الهول، مش كده؟ ايه يا لمياء؟ قال وانت هتساوي نفسك بيها برضه؟ يا لمياء يا حبيبتي الكلام التاريخي والجميل ده ما يطلعش غير للحبايب بس. وبعدين بقى بص بصراحه انت فهمتي غلط، لان انا كنت اصل. اصلك ايه؟ اصلك بنت على حقيقتك. حقيقتك ايه بس يا لمياء يا حبيبتي؟ انا والله العظيم كنت بس بشجعها علشان الحفله بتاعه المدرسه. وبعدين بقى بصراحه يعني انا اللبس ده لابسه النهارده علشان شرح الدرس بتاع الاولاد النهارده. درس؟ ودرس ايه ده بقى ان شاء الله اللي بيتلبس له كاجوال؟ العولمه واثارها على الشباب الكاجوال فيما بعد 11 سبتمبر. حلال انت لسه جايك. ادي يا ست ملف توامي عبد المتعال من لحظه دخوله السجن لحد خروجه. ساره انا مستلمه على مسؤوليتي. ميرسي قوي يا عمر بيه. اي خدمه يا ساره بيه. قولي لي بقى انت ليه مركزه مع اللي اسمه توامي ده؟ مش عارفه، حسيت انه صادق، وبعدين كنت عايزه اتاكد اذا هو فعلا عايز يتغير ويبقى انسان كويس ولا لا. على فكره ده خرج من السجن حسن سير وسلوك. تمام يبقى انا كده ماشيه صح. امال فين فؤاد باشا؟ معرفش، جاله تليفون ونزل على طول، واول ما رجع طلع لمكتب المأمور. قولي ايه موضوع المجرم ميشو ده اللي الضابط فؤاد مهتم بيه قوي كده؟ لا ده حكايته قديمه شويه، انما حته واد ايه حكايه. طب ما تحكي لي عليه.
لا انت تشوفي حكايه رامي ده الاول وميشو ده نكمل حكايته بعدين. اوكي عن اذنك. اتفضل. يعني ايه تسيب شغلك يا حضره الضابط عشان مكالمه جات لك غلط وما تعرفش من مين؟ وبعدين ايه حكايه الولد ده معاك يا فندم؟ انا شايفه بنفسي، يعني اكيد كان بيعمل هناك حاجه غلط. اولا مفيش بلاغ رسمي، ثانيا اذا كان في حاجه غلط فده مش تابع لدايره الاسم بتاعنا. يعني كده بقى يا حضره الضابط يبقى بنتدخل في شغل غيرنا. انا اسف يا فندم. يا حضره الضابط انا عارف انك ضابط امين وعايز تنفذ القانون، بس لو ركزت في شغلك هيبقى افضل. اما الولد ده بقى بشيله من نفوخك خالص. حاضر. طبعا على مكتبك يا حضره الضابط، احنا هنا بننفذ القانون وبس، وقانون بيسبقه ودانا والادانة بيلزمها ادله. مفهوم؟ مفهوم يا فندم، بعد اذن سعادتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا ساره، اتفضلي. انا جاي لحضرتك بخصوص تهامي عبد العال. تهامي عبد العال؟ مش ده اللي كان عايز يموت نفسه؟ هو يا فندم، انا عملت عنه تحريات هو واسرته، وكمان قدرت اطلع على الملف بتاعه في السجن. وشايفة ايه بقى يا سارة؟ شايفة انه بعد اذن سعادتك يعني يخرج، لان مفيش خطر منه، كمان لو ادينا له فرصة ممكن يبقى فعلا بني ادم كويس للمجتمع. مسؤوليتك؟ تحت امرك يا فندم، على مسؤوليتي. خلاص، طالما ان اصحاب الشقة اتنازلوا على المحضر ومفيش أي حاجة تدينه، فأنا يا ستي موافق. متشكرة أوي يا فندم، وأنا كمان هبقى متابعاه ومتابعة حالته بعد ما يخرج من السجن. اتفضل يا سارة. متشكرة. أنا مش عارف أقول لك إيه يا حضرة الضابط. اللي عملتيه معايا ده هيفضل دين في رقبتي طول عمري، مش هعرف أوفيه. ما تقولش كده يا عم تهامي. أنا عملت كده عشان أنت فعلاً صادق، وأنا اتأكدت من كل كلمة بتقولها. وبعدين أنا وعدتك إني أساعدك. ربنا يخليك يا بنتي ويخليك للي زينا. خد يا عم تهامي. إيه ده؟ لا 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 سامحيني، أنا ما أقدرش آخد حاجة معلش. يا عم تهامي دول سلفة، وهتردهولي من أول مرتب من شغلك الجديد. شغلي الجديد؟ ايوه، ما انت من بكره هتستلم شغلك الجديد. انت دلوقتي تروح وتعدي عليا بكره الصبح عشان نروح سوا. خد. ربنا يكرمك يا بنتي، ربنا يوفقك يا حضره الضابط. ياه الحمد لله انكم جيتوا بالسلامه، ده انا كنت هموت من القلق عليكم يا معلم. يا دي عبيط يا اهبل انت، بسالي حاول يتقلق عليه. طب وميشو يا معلم؟ تشربوا نسكافيه معايا؟ ميشو الحمد لله على السلامة. طمني، جبت الملف؟ مش ميشو اللي يتسأل السؤال ده يا سعيد. يعني ايه؟ أقول لك أنا. طول عمرك لعيب يا ميشو. فين بقى الملف؟ هقول لك. افتح يا بونبوني. يا ده الواد سوست يا معلم. الملف يا ميشو. الملف يا كبير. عليك الله يعين عليك يا ميشو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ايه ده ما شاء الله، ده انت اللي عملته ده تدخل بيه موسوعه جينيس ريكورد. انا عشان بقى كده يا ابو السيد، انا من النهارده اجري هيبقى الضعف. وربنا تستاهل، مش خساره فيك، ده احنا كمان لازم نحتفل يا رجاله. والواد سوستا ده طلع تمام التمام. الحمد لله على السلامه يا سيد. انس ده انت جيت في وقتك بالظبط. اجري بسرعه هات الكاميرا عشان تاخد لنا صوره تذكاريه بمناسبه نجاح العمليه الجديده. انا هصور قتيل قبل ما اصوركم لو ما رجعتوليش فطين. وديتوه فين؟ ما يصحش كده يا استاذ انس. نايل اسكت. انس الصوت العالي. انا مش هوطي صوتي ومش هجيب الكاميرا قبل ما يجي فطين. انس هتنزل تجيب الكاميرا ولا اعملها معاك؟ هتعمل ايه يعني؟ ماشي يا سيد، ماشي يا ميشو، بس انا مش هسكت، انا هعلي صوتي عشان العالم كله يسمعني. وديته فطين فين؟ وديته فاطين فين؟ انس مسا احنا ممكن نص... يا ريت، اصل انت في النيو لوك ده رجال منين؟ والله ما عنديش مانع.
ايه يا دودي مالك؟ مش مركز انت خالص النهارده من ساعة ما انا دخلت. اتكلم بصراحة. طبعا اتكلم بصراحة، احنا مش متعودين ان احنا نتكلم مع بعض بصراحة يا دودي. انت اللي مش عاجبني يا فاطين. انت قصدك يعني علشان اللبس اللي انا لابسه ده؟ ايوه. ما انا يا دودي لو احكي لك هتعرف ان انا لبسته غصب عني. ما انت عارف فاطين. بس حاجة غريبة قوي يا دودي، انت الوحيد اللي مش عاجبك اللبس ده مع انه كل زمايلك عجبهم قوي. علشان انت علمتني انظر للجوهر مش للمنظر. عندك حق، بس ما تزعلش، انا فاطين من جوه ما اتغيرتش. اوعى يعني تكون فاكرني فرحت لما طلبوا يصوروني باللبس ده. بالعكس يا دودي، انا اكتشفت ان المظهر الخارجي للاسف ليه تاثير كبير قوي اليومين دول. انا بحبك قوي يا فاطين. وانا مش زعلان منك يا دودي علشان قلت لي الصراحه. وكما قال لاو تسي، الكلمات المخلصه لا تكون رقيقه. والكلمات الرقيقه لا تكون مخلصه. برافو عليك يا دودي. بس سيبك انت بقى، ها قول لي ايه رايك وانا بقى لابس كاجوال كده، مش جامد؟ جامد قوي.